الأهلي يعزف سيمفونية ويفوز على غزل المحلة بهدفين مقابل لا شيء ويحافظ على صدارة الدوري منفردا. كابتن شريف ألف مبروك. مبروك كابتن أيمن، فوز جميل جدا، أداء مختلف عن المباراة اللي فاتت. الأهلي فوق القمة، والأهلي القمة النهاردة. الأهلي القمة النهاردة بانتشاره في الملعب، بالضغط على الخصم، بفرض أسلوبه ولعبه، بعودة علي معلول. في إيقاع الأهلي كان محافظ عليه طول 90 دقيقة، ولكن كنا نتمنى إن الشوط الثاني يبقى زي الشوط الأول، يبقى فيه إصرار أكتر في إحراز الأهداف. ولكن يحسب ان انت حافظت على المكسب بتاعك. طبعا حافظت، ممكن تاخد اهداف اكتر من كده، انما في الحته الاخرانيه ما كانتش لعيبه مهتمه بيها. يعني حتى اللي نزل مكان بيرستاو او الاثنين اللي لعبوا، لعب اثنين راس حربه في الاخر. الاثنين لو اقل فرص واقل باس كان ممكن نوصل ونعزز الهدف. ده غير ان انت كان ممكن في اي وقت يخش فيك جول، الدنيا تتلخبط وتبقى تحت ضغط لغايه صفاره الحكم. وربنا ستر في كوره معينه اللي هي لعبها ببطء شويه محمد الشناوي، الحمد لله ان هي ما اصفرتش عن هدف يعني. ف شكل وتناول المباراه هو ده اللي احنا دايما بنتمناه. لعيبه الاهلي قعدوا النهارده، جماهير اللي راحت لهم في المحله الحقيقه، ثلاث نقاط مهمين جدا. لما تكسب بره ارضك وتكسب في الظروف اللي انت فيها وتكسب مكسب كبير زي ده، انا بسميه مكسب كبير الحقيقه، وتحقق طمأنينه للجماهير وفرصه كبيره كمان للمدير الفني ان هو بيتعرف اكتر. او النهارده اتعرف على بيرستاو، شاف علي معلول وهو راجع، شكل واداء مهم جدا في ناحيه الشمال، وراجل صانع العاب وبيعمل ايقاع جيد جدا وفي تناول. انت شايف ان المدير الفني لسه لحد دلوقتي بيستكشف ويتعرف؟ كل يوم انت تحت ضغوط دايما. انت لما يحصل لك اصابات او ايقافات او اي حاجه، لازم يبقى فيه ايه؟ بديل. بديل عندك في الناس اللي هي تحت عندك لعيبه كبيره، يعني مش قليله. قفشه لو هو ما بيبتديش بيه، ولنا مصر انه دايما هو شايف ان هو عايز يلعب بقفشه 30 دقيقه او حاجه زي كده، انما انا بصر ان قفشه دايما لازم يبقى موجود الحقيقه. وخاصه لما بتبقى لعيبتك في حاله بدنيه جيده، فاعتقد ان قفشه هيبقى منتج اكتر من كده كمان. كنا بنتكلم على البدايه النهارده، اتفرجنا وتعرف هو دايما على حسين الشحات في مكان كريم فؤاد، ونزل في الناحيه اليمين دي. فلازم اكتر من حاجه، هو اكتشف كريم فؤاد ازاي؟ لما سال وقالوا له انه في لعيب بيلعب في المنطقه دي ممكن يؤدي فيها، فلما ادى بنجاح، احرز هدفين في مباراتين ورا بعض. فكل اللعيبه دي ليها ادوار. اللاعب بقى هو نفسه، هو اللي بيجيب نفسه بالنسبه للمدير الفني. انا يمكن اكون كنت لاعب اساسي وموجود، بس مع المدير الفني ده انا غير موفق في ارسال الشكل الطبيعي ليا في الملعب. ايه اللي هيحصل ان انا يتعرف عليا ازاي؟ غير ان انا ملعب مش مباراه حبيه، لا، المباريات الرسميه حاجه والمباريات الحبيه دي حاجه ثانيه. ايوه. وساعات اللعيب بيبقى جاي يعني واخد على نفسه شويه ان هو ما بيبتديش، او هو مش موجود، او هو مش في الصوره مع اي لعيب كده. اي لعيب كده. واللي ضايق اللعيب ان هو ما يلعبش، مش ان هو ما بياخدش مكافئات ولا لا لا لا. اللعيب دايما هو اللي بعد ما يخلص المباراه وهو كسبان وما اعرفش ايه، الريسيفنج الاولاني او الشكل بالنسبه له في وسط الناس وفي وسط الدنيا اللي هو عايش فيها، ان هو كان بيلعب النهارده، وانه كسب النهارده، وانه ادى، وانه عمل حاجه كويسه، ويخرج يلاغي نفسه ويكلم نفسه، انا النهارده عملت واحده كويسه، كان لازم اعمل واحده بالشكل ده. فانت بتقول لي المدير الفني بيدور على التعارف لسه، لا، هتلاقي خلاص لغايه لما يوصل لمرحله اللاعب بنفسه هو اللي بيدي القرار، مش المدير الفني اللي بيدي القرار. يعني خلاص بيبقى وصل مع لاعب معين، لا عندوش اكتر من كده، يا عنده اكتر من كده. هو اللي بيحدد مع المدير الفني انا فين من الحكايه. واديك شايف ممكن يلعب كريم فؤاد باك ليفت، وممكن يجيبوا هاف ليفت جوكر، وممكن يلعب باك رايت، وممكن كل يوم بيتعرف على اشياء معينه. النهارده انا بالنسبه لي محمد عبد المنعم حاله موجوده في الملعب مدياني طمانينه شويه في الحاله الدفاعيه. علي معلول بنبارك له الاداء الجيد في كاس العالم ووجوده، وبنشكره ان هو سرعه التلبيه ان هو يبقى موجود. السوليه النهارده الحقيقه تحمل مسؤوليه
وبقى موجود في كل حته في الملعب الحقيقه، فادى اللي عليه وزياده. إيليو ديانج الطبيعي بتاعنا، اكرم توفيق عايزين نقول له ايه ده على نفسك عشان ما تتعورش. اديك شايف والله رساله قلت لك قبل كده يا اكرم، ايه ده انت عندك سرعه وعندك قوه وعندك كل وعندك ايقاع انك انت تقدر امتى تقطع الكوره وامتى تستلم الكوره وامتى تباصي. خلي الحياه تمشي على مزاجك انت، ما تبقاش خلي الكوره مشتركه دايما معاك في الحكايه دي. فعندك الامكانيات كلها، بس احنا بنخاف عليك تكون تصاب او اي حاجه، ربنا يبعد عنك الشر كله. كريم فؤاد النهارده اول شويه البيت الكباتن، ما انا لسه ده بيتكلموا كل واحد ربع ساعه. سيبه 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 سيبه، خدها خليها. لا لا خد راحتك للاخر، احنا قدامنا ساعتين. لا 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 خدهم خدهم واحد واحد، احنا لحد دلوقتي دخلنا على كريم. انا مش عايز انسى حد. كملهم. لا 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 عشان ما قابلوش ويقول لي انت ما جبتش. لا صح صح صح، كملهم وخد احتياطي. كويس طبعا. بيرسي تاو النهارده اتعرف الراجل عليه الحقيقه، وادى عنده حاله اثبات الوجود. فالمباراه الجايه باذن الله نفس الروح ما تقلش، نفس الضغط اللي حصل النهارده ما يقلش. هو ده اللي بيخليني وانا رايح العب اي فرقه. النهارده انت جاي تقول محله عندها 10 نقاط، المحله هي الوصيف، المحله عندها سرعات، المحله انت قعدنا نتكلم قلت لك كل ده قوم واداء الاهلي في الملعب بيلغي كل حاجه. لا هم بقى اللي يقدروا يدوروا عليك ويدوروا شو هيلعبوك ازاي وكده. فانهاء للحديث كله، الاهلي ادى اللي عليه النهارده لعبا ونتيجه، والاهلي هو القمه الحمد لله رب العالمين. اتفضل بقى كلمتني كابتن علاء. خلاص انا لو انا منك اختم خلاص. او استنى كابتن، استنى كابتن ناصر خليه يدخل. بقول لك ايه علاء، انا ما رضيتش اتكلم معاك. هي جات لك لسه؟ انت كله تعارض تعارضات وسائل جديده. لما بتروح عند حد تاني ما بنشوفهاش تاني. مبروك كابتن علاء، فوز مهم ومستحق اكيد طبعا. 3 نقاط كانوا مهمين جدا جدا. اختلف طبعا اداء الشوط الاول عن الثاني وده كان. بس عايز اقول لك حاجه، يمكن علشان نتيجه الشوط الاول 2-0 اللعيبه حست شويه بانها ماسكه زمام الامور والماتش تقريبا خلص. وحاجه ثانيه، المنافس ما اداش اي مقاومه او حتى رد فعل في الشوط الثاني، فخلى الاداء وخلى الريتم على زي ما احنا شفنا كده، اللي هو الشوط الثاني لعيبه النادي الاهلي سيار الشوط الثاني مش اكتر من كده. وكان ممكن نجيبوا اهداف، يعني في فرصه كمان بتاعت شادي الاخيره خالص لعملها محمد مجدي، كان ممكن هدف، وكان هدف سهل على فكره. لكن خطوره المحله، مفيش خطوره للمحله. النهارده قضيت على كل خطوره للمحله. طريقه لعب المحله ما اتغيرتش الشوط الثاني، برده نفس الشكل ونفس الملعب مفتوح تماما. لكن الاداء الفني قل، وده بس طبيعي، وضع طبيعي عشان 2-0 الشوط الاولاني. 2-0 بص الشوط الثاني اللي خلى الاداء بتاع الشوط الثاني كده رده فعل فريق المحل، مفيش اي حاجه ايجابيه. فبالتالي لعيبه النادي الاهلي زي ما بقول لك انا 45 47 دقيقه بداوا يعني يخلصوا بس المباراه، وهم في كل الاوقات الكوره معاهم، هم استحواذهم اكتر، اللعب الفردي كله لغزل المحله. فكانت المباراه بقت سهله بعد الهدف الثاني في الشوط الاول، سهلت تماما يعني. أيوه. تأهلت تماما. حتى الكره اللي حصلت فيها بس خطا من الشناوي، كان عمرو سليمان موجود وغطى، حتى ما تحسش برضو ان هي كانت لعبه من لعب من الفريق المحله ومفيش خطوره يعني. لكن هم كان اهم حاجه النهارده 3 نقاط مهمين جدا. بعد ما بقيت الاول بعد مباراه اطلاع الجيش، كان مهم الخطوه اللي بعدها. الخطوه اللي بعدها المحله، في المحله زي ما اتكلمنا، احنا اتكلمنا لما بنتكلم قبل المباراه بنتكلم على شكل الفريق اللي هنلعبه في الملعب، اللي بيلعب عليه، طريقة لعبهم، حالتهم ايه. فاحنا احنا بنتكلم على اخر حاجه ليهم هم. صح. اللي هيحصل النهارده واحنا ما نعرفش، لكن بنتكلم على اللي ممكن يعمله النادي الاهلي عشان يبقى هو اللي في المقدمه دايما. والنادي الاهلي عمل كده، هو اللي طمعان في المباراه، هو اللي منتشر كويس، هو اللي ضغط كويس، هو اللي الملعب انتشاره كان ممتاز في الشوط الاول، فواحد في جول في الثاني الموضوع. صح. بالنسبه له بقى اسهل بسهوله تماما. ماليش دعوه بقيت المحل النهارده حالتهم ايه، هما لعيبة غزل المحلة حالتهم مش طبيعية، لازم نتفق على كده، مش اللي هما كانوا قبل المباراة السابقة. لكن وجودك في الملعب انت والضغط اللي عامله وهدف في التاني خلاص خلص كل مقاومة بالنسبة. انت قلته قبل الماتش يا كابتن، احنا النادي الاهلي بالظبط، الفرقة هي اللي بتلعب علينا، مش احنا اللي بنلعب على الفرقة. انا قلتها لك، النادي الاهلي وده اللي حصل النهارده. النادي الاهلي عمره ما غير طريقته مهما كان، مهما كان المنافس، كل احترام لكل المنافسين، لكن مش النادي الاهلي غير طريقته. انت دايما هتابع النادي الاهلي ومين اللي هيلعب النهارده
وتفضل طول الاسبوع مين اللي هيلعب، طب هيلعب أيه. ازاي، طب لو لعب عادي، طب لعب مش عارف بلال، لو لعب شريف، طب لو لعب انت بتعمل حساب لكل لعيب في النادي الاهلي صحيح. على المستوى الفردي وعلى المستوى الجماعي مزبوط. فده هو كل شغلك الشاغل طول الاسبوع، فانت مش مشغول بحاجه، انت كل همك ايمن كنادي الاهلي الحمد لله بتحضر لعيبتك كويس قوي، الطريقه تلعب بيها، انت يهمك دايما لعيبتك بتتمنى في الفورمه بتاعتك كويسه مزبوط. تبدا دايما تاخد بدايه المباراه، هات اي مباراه لعبها النادي الاهلي ما خدش فيها البدايه وخسر او تعادل استحاله صح. لكن دايما بتحصل التعثرات امتى؟ لما البدايه تروح منك، زي ما كنا في طلائع الجيش كده اجمعنا كلنا هنا في الاستوديو ان انت بتديت بدايه بطيئه عشان كده راحت منك، لكن النهارده لا، بدي بدايه كويسه، بدايه شرسه، بدايه هجوميه كويسه قوي، سيطرت على الملعب، هدف في الثاني، المباراه بقى خلاص بقت بتاعتك تماما من الشوط الاول. الشوط الثاني لعبت، حتى لو قلت لك ممكن بعد الوقت كده كولر هيغير، اللي عايز يلعب، اللي عايز يجربه، اللي عايز يديله فرصه ثانيه، لكن المحله ما لقاش الحلول النهارده. المحله النهارده اللي خلاه كمان يائس قوي الشوط الثاني الحلول انعدمت تماما عنده، حتى بقول لك الغلطه الهدف او الكره خطر مش منه هو ده يعني كان مننا احنا، لكن كل التحية لعيبة النادي الاهلي النهارده ثلاث نقاط مهمين مستحقين تماما، الشوط الاول كان هايل 2-0 انت قتلت المباراه تماما، وسيرت الشوط الثاني على حسب المجهود بتاعك في الاخر، زي ما بقول لك رجعت ثلاث نقاط، جمهورك اللي كان حاضر الحمد لله رجع فرحان، طمنت على لعيبتك كلها مفيش اي اصابات، طمنت على اللعيبه اللي جايه، حتى علي معلول اديته المباراه كلها دليل ان هو الحمد لله حالته بدنيه، احنا ما كناش متوقعين كده، وكابتن شريف كان قال كده في الاول، لكن حالته البدنيه ممتازه صحيح. واللي خلى الحاله البدنيه ممتازه ايمن ان انت معاك الكره دايما، بس هو ذكي، علي ذكي، علي ذكي بص جدا، لعيب الكره طول ما هو بيستخدم دماغه كويس قوي في عز تعبه ما يبانش ان هو تعبان، لان هو بيعرف يصير الكره كويس قوي، لكن بدنيا علي واقف على رجله كويس طول ما انت بتهاجم وكده، انت ما عندكش مشكله. احنا امبارح هنرجع نتكلم على المغرب واسبانيا، امبارح الفريق المغربي عمل مجهود مش مضاعف، لا صح. زاد كمان، لان هو دايما في حاله دفاع، طول ما انت بتجري ورا الكوره او بتدافع مجهودك بيزيد، طول ما انت بتهاجم الامور بتبقى هاديه. النهارده النادي الاهلي عمل العكس، النهارده النادي الاهلي الحمد لله كرة في رجله على طول بيهاجم، طول ما انت الكوره معاك انت ما بتبذلش مجهود كتير، وعلي من اللعيب ذكي بيعرف امتى يقف بالكوره، امتى ياخد نفسه، امتى يوقف الكوره، يعني هو بيعرف يمشي المباراه على حسب حالته هو، لكن في كل الاحوال كابتن شريف او كابتن عادل اشاد بالموضوع ده ان هو صمم ورجع طبعاً. ولعب مع النادي الاهلي، فكل التحية لعلي معلول ومباراه ممتازه لعلي واديها لنهايه المباراه دي ان هو كويس، فمبروك لعيبه النادي الاهلي، ثلاث نقاط مهمين جدا جدا صحيح. جدا كنت محتاجهم، احنا دايما بنقول لما بتاخد خطوه انت محتاج الخطوه الثانيه اللي تزقك شويه لقدام، فالحمد لله النهارده على ثلاث نقاط الحمد لله رب العالمين. كابتن عادل الف مبروك، فوز غالي وبتودي دي رساله للخصوم، لكن انا قلت قبل المباراه يمكن فعلت شويه، بس انا قلت مهما كانت المؤامرات من بره بتحاك ضد النادي الاهلي، انت عندك حاجه في الملعب بايدك، في ايدك انت، انت كلاعب ما اظنش ان لعيبه النادي الاهلي باي حال من الاحوال واحد فيهم عايز اللي حصل السنه اللي فاتت والسنه اللي قبل اللي فاتت يحصل مره ثانيه، فانت في ايدك في الملعب حاجات كتير جدا 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 ترد بيها على الحاجات اللي بتتعمل ضد النادي الاهلي من بره الملعب. طيب ونتكلم الاول في ان ازاي انت كلاعب كوره توصل لحته انك انت طول الوقت لازم تكسب، طول الوقت لازم توصل لانك تاخد الثلاث نقاط بدون ما حد ياثر عليك. حلو. الحاجه الثانيه المهمه احيانا كتير قوي بخليك تيأس مني لو انت عايز تعمل فيا حاجه انا بخليك تيأس بالزبط. تيأس ازاي؟ ان انا ابقى صعب قوي جوه الملعب. برافو عليك. ان انا طول كل ماتش يعني كتير ضاع منك، يعني احنا قلنا ضاع منك السنه اللي فاتت 14 بونت والسنه اللي قبليها 18 بونت من الفار، اوكي انا متفق معاك في دي، بس كان لكن في كمان كان في تأثير منك مزبوط. في بعض الأشياء صح. انا مش عايزك تعمل دي، يعني اقول لك حاجه، مبروك الاهلي النهارده كسب الشوط الاولاني 2-0، انا زعلت في الشوط الثاني عشان ما زودش، عشان لازم انزل اجيب جون ثالث ورابع وخامس. ليه انا بدي اشاره قويه قوي للفرق اللي جايه بعد ايه بعد المحله،
الحاجة التانية أتعود على هذا أجيب جون والتاني والتالت والرابع والخامس، ليه لأ؟ ليه الحتة دي مش موجودة يعني 100%؟ أنا بزعل فيها، لازم يتغير الفكر شوية، لازم الفرود لما يجيب جول لا اجيب التاني والتالت والرابع، لازم المدافع لما اجيب جول ولا اتنين ولا تلاتة ما يدخلش فيا جول، ما لعبش بتراخي، بالعكس ازيد يقظة اكتر. حارس المرمى النهاردة الشناوي لازم يلعب على الامان 100% في كورة ما كانتش كانت ممكن تكلفه كتير. كل الحاجات دي ده اللي انت بتقوله بقى يا كابتن ايمن. ايوه كابتن، لازم نبقى جامدين فيه قوي علشان ما حدش يجي جنبنا. مظبوط. يأسهم. ده قصدي. يأسهم. أيوه. احيانا لما خصمك يلعب عليك بره الملعب خلي الموضوع جوه الملعب. ايوه. هو ده اللي انا بقوله. انا لما ما اقدرش عليك في الملعب لازم ارجرجرك بره الملعب. ولو انت اتجرجرت معايا بره الملعب مش هعرف اتواجد جوه الملعب. فانت خليك ذكي طول الوقت جوه الملعب فقط لا غير، نلعب كوره فقط نكسب على طول، هتلاقي خلاص يأسوا. ديك مثال بس، اتفضل. الناحيه الفنيه كل الانديه وهي بتلعب النادي الاهلي، اي مدرب بيفكر في حاجتين، ازاي يوقف مفاتيح النادي الاهلي وازاي ياجل الخساره، انت فاهمني؟ وازاي ياجل الخساره عشان ما يعملش بلان بي. حلو؟ ده كل التفكير. وبعدين لو جه هجمه مرتده وجبت جول او اتنين يبقى حاجه كويسه قوي. انت علشان تخليه المخطط اي مدرب بيعمله تكتيكيا يفشل لازم اول فرصه تجيبها جول. صح. لو جبت اول فرصه جول هتخلي الموضوع تكتيكيا متوازي. غصب عني هاجمك على حسب قوة النادي، يعني لو نادي في الجدول في المتوسط هيستنى شوية تاني شوطه ممكن يهاجم يسيبك شوية عشان ما يفتحش بدري، لو هو فرقة من اللي تحت شوية هيستنى لآخر تلت ساعة آخر 25 دقيقة، لما اديله الجون التاني هبقى اخليه يستعجل ان هو يبادر، لو ما بادرش تعمل ايه؟ انك انت تدوس عليه اكتر عشان تجيب اجوان اكتر. كل الحاجات دي انت هتشوفها في الدوري، مش لازم كل الماتشات الدوري على فكره تبقى كويسه لاي لبطل الدوري، مش لازم كل الماتشات تبقى انت فيها سوبر 100% لبطل الدوري، احيانا ممكن ما تكونش كويس بس تكسب، واحيانا لما تبقى كويس استغل قوي، يعني النهارده انت كنت كويس قوي الشوط الاولاني. ايوه بالظبط. الشوط الثاني كان لازم تستخدمه كتير. الحاجة التانية بقى اللعيبة اللي هي بتنزل مكان لعيبة. النهارده مثلا قفشة مكان سافيو. سافيو جاب جول. وقفشة كان لعيب أساسي. ايوه. المباراة دي كان احتياطي مع سافيو. فلما أنزل أنا كقفشة لازم أجيب جول والتاني والتالت. كل الحاجات دي جميلة للمدرب. انت عارف اللي هو حته انك انت الصراع على المركز ان انا العب كل ده لصالح الفرقه ولصالح المدرب. بيرسي تاو شريف لما انزل اجيب جول. هنا كابتن انت بتوجه رساله للعيب. طبعا انا بتكلم كل الكلام اللي المفروض كان النهارده المكاسب اللي ناخدها. ايوه. احنا النهارده خدنا مكسب كبير انك كسبت واحد، خدت الثلاث نقاط، بعدت التاني عنك وبعدت يعني بعدت عن الفرق وعتلت القمه، كل الحاجات دي حلوه، ولكن انا بتكلم في الدروس المستفاده اللي هو طول الوقت انا مستغل اي فرصه. هو البطل كده علشان في وقت من الاوقات الكره لما تقف معاك انت فاهم. أيوه. يبقى عندك رصيد، بمعنى انك لازم تبعد بالقمه بعيد. مزبوط. لاني قدام هيبقى فيه محاولات ان تتعطل شويه، وفي الاخر مبروك عملنا شوط اول كويس، الشوط الثاني مش بطال، ولكن انا ما كنت اتمنى اهداف اكتر من كده، ولكن في الاخر لما تطلع
حاجه يعني كسبان الثلاث نقاط دي حاجه كويسه. علي معلول بقى. علي معلول من اللاعبين اللي بيحب النادي الاهلي، كان لعيب محترف، هو النادي الاهلي اداله كتير على فكره. صح. ولما اللعيب المحترف دائما يخلي يلاحظ ان ناديه بيديله وبيديله كويس، وعلي معلول لعبه في النادي الاهلي بيوديه منتخب تونس، خلي بالك، لان علي معلول عندهم في تونس اتنين لعيبه في الباك ليفت عاليين جدا، لكن علي معلول بيلعب في نادي كبير وبيلعب علشان كده بيروح المنتخب. فعلي معلول لما ساب لما رجع على طول ما خدش اجازه، ده وضع طبيعي لانه علي معلول وصل بقى في النادي الاهلي ما بقاش لعيب محترف، بقى من ابناء النادي الاهلي. دي وجهه نظري. حتى كمان بقول على علي معلول في الفتره اللي هي اللي كان فيها جيد جدا، علي معلول من الناس اللي انا بحبهم شخصيا عشان لعيب كبير. طيب كابتن شريف مالك يعني مش عاجبه علي معلول؟ لا 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 بيتكلم ليه؟ لا هو قصده علي معلول نجم المباراه النهارده. امال بتقعد تدافع ديانج النهارده هيبقى نجم المباراه؟ لا لا علي معلول راجل والله عشان راجل مباراه ديانج. علي معلول في الاخر هنشوف في الاخر يعني. علي معلول راجل مباراه. انا مستمتع ومستمتع وهو بيتناغم على علي معلول. طيب كابتن بلال الف مبروك، الف مبروك على الفوز، العلامه الكامله وتصدر الجدول منفردا منذ الاسبوع الماضي. الله يبارك فيك يا كابتن، ربنا يخليك. الاول بس قبل ما نبارك للاهلي الكباتن كلهم باركوا يعني طبعا نتكلم في التفاصيل، بس عايز اقول بس للرساله للجماعه المذيعين. يا جماعه بلاش بقى ايه فلان ميسي وفلان اجويرو وفلان باتيستوتا وفلان نيمار، يعني انا الحاجات دي بتضايقني انا شخصيا والله العظيم. علي معلول محظوظ، الاسبوع اللي فات لعب مع امبابي في فرنسا ضد فرنسا، النهارده بيلعب اجويرو هنا في مصر. مش بعيد يلعب زيدان بعد بكره كابتن. لا يعني بيتمرن مع ميسي. بيتمرن مع لا لا حقيقه كابتن والله العظيم انا يعني انا بقى اناشد الجماعه اخواتنا يعني المذيعين، بلاش الحاجات دي يا جماعه، عيب والله العظيم، ما ينفعش الكلام ده. البلد الوحيده اللي في العالم اللي فيها فلان ميسي وفلان نيمار وفلان انزاجي وفلان ليه عندنا نسخ ميسي مش في الارجنتين كابتن والله العظيم. والله عندنا ثلاث نسختين، عندنا ثلاث نسخ ميسي يعني الارجنتين ما فيهاش ثلاث نسخ ميسي. ده رجاء والله يا كابتن، والله يعني رجاء بس ان اخواتنا المذيعين يعني يسيبوا الالقاب لاصحابها الحقيقي، يعني بلاش حته ايه فلان رونالدو وفلان عندنا ميسي. هي بتجي لهم الاسامي كده يعني، ما ينفعش يا كابتن، ما ينفعش يا كابتن. هو مكتوب في السكور كده محمد ابراهيم ميسي، هو بيدالهم في الورق يعني علي ابراهيم ميسي محمد يعني كده دي كده. ما يصحش يا كابتن والله، والله ما يصحش بجد يعني. يعني احنا البلد الوحيده اللي في العالم فيها اربعه ميسي، اللي لعيبتنا والله العظيم فيها اربعه ميسي وثلاثه بنزيما واثنين نيمار وواحد فان دايك. والله العظيم فان دايك صح، وفي فان دايك بيجم والله زمان بيكم محمد رمضان هنا نيدفيد يعني أي. عشان الموضوع بصراحه سخف قوي بجد والله العظيم. وكل واحد رقص ترقيص يقول لك عليه ميسي، وكل واحد شوط يقول لك عليه بنزيما، ده كلام يعني ما ينفعش. ما احنا كنا المفروض تقال علينا مارادونا مثلا. لا لا الف مبروك يا عليه بلاتيني الكره المصريه. لا انت الف مبروك، انت خدت جوالك وخدت اللقب وخدت خد وقت وقت مصر، خدت لك اجازه حلوه الحمد لله. طبعا مبروك للاهلي طبعا، يعني خمس مباريات بخمس مكاسب الحمد لله الاهلي، ودي اهم حاجه بالنسبه لي. يعني البدايات بتاعه الدوري العام مهمه جدا للانديه الكبيره. انا ببتدي الدوري العام عندي خمس ماتشات، كسبت الخمس مباريات، دي حاجه بالنسبه لي انا شخصيا احب النادي الاهلي يستمر على هذا الاساس. صح. خد بالك سواء اذا كانت الاداء قوي او متوسط او حتى منخفض في بعض الاوقات، لانه وارد جدا 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 تلعب مباراه حلوه قوي، وارد انك تلعب مباراه قليله شويه، وارد انك تلعب مباراه متوسطه، وارد في كره القدم. لكن دايما عشان تاخد دوري عام لازم بدايتك تبقى قوية، لازم بدايتك تبقى مختلفة، لازم تبقى متميزة. السنة اللي فاتت اعتقد احنا ما ابتديناش البداية الخمس مباريات بخمس مكاسب، ما مش فاكر حقيقة تمام، هل ابتدينا كده؟ بالتالي تعثرنا في لا يعني لا ابتدينا كويس، وكان فرق كبير جدا بيننا وبين الخصم، وبعدين ابتدت بعد المباريات المؤجلة اللي هي للأسف للأسف يعني كان موسم صعب علينا، فكان في اجهاد وكان في اصابات ولعبنا ماتشات كتير جدا بدون القوام الاساسي، فاثرت مع ان الفريق كان كبير ولكن ابتدينا بقى نقل 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 لحد ما بس السنه دي مختلفه شويه، اخذنا فتره راحه قبل الموسم، اخذنا فتره راحه اثناء الموسم. اعتقد اللعيبه يعني لعيبه الاداء اللي فات
اللعيبه اعتقد جاهزه ان هي تلعب المباراه بشكل كويس جدا. الشوط الثاني ما شفناش الاداء الافضل اللي كنا متوقعينه، ولكن ممكن يكون، خد بالك يا كابتن برضو، انت الشوط الاول خلصت على المباراه. مش بس كده، انت ضمنت المباراه كمان، يعني 2-0 بنتيجه واداء، انت راكب الجيم بالظبط، بنتيجه واداء. صح. فده ممكن يخليك بعض الشوط الثاني تريح بلعه الكوره يعني خلاص. يعني نتيجه الشوط الاول اثرت شويه على الشوط الثاني؟ لا، اثرت كتير على الشوط الثاني، مش اثرت شويه، اثرت كتير على الشوط الثاني. يمكن حتى كمان وما زلت باشيد بتغييرات الراجل الهجوميه دايما. خد بالك في كل المباريات بيبحث عن الاهداف، بيبحث عن التسجيل، بيبحث ان هو يعمل ريفريشمنت للفرقه. خد بالك في الحته الهجوميه، بحيث ان هو دايما هو مش عايز يبقى يحس ان فرقه الاهلي متجرجره شويه لورا لتحت، ان هي بتدافع في اوقات كتير. لا، هو دايما عايزك تبقى موجود في الحته الهجوميه. التغييرات بتاعته كلها بتقول كده، يعني قفشه مكان سافيو، تمام، تغيير عشان تمسك الكوره وتعمل نقل وتحافظ على ادائك الهجومي، شريف مكان بيرسيتاو، تنشيط في الحته الهجوميه في مكان راس الحربه رقم 9 عشان تسجل اهداف، شادي مكان عبد القادر نفس الموضوع. انت كل الشحات مكان كريم، الاربع تغييرات اللي عملهم النهارده كولر كلهم تغييرات تنشيطيه في الحته الهجوميه. مفيش تغيير الراجل بيوجهه او تحس منه ان هو عايز يدافع او خلاص اكتفى فعايز. بس عايز اقول لك حاجه، انت واقف على رجلك كويس قوي ورا، حلو، وعندك تنظيم دفاعي جيد جدا. ما عندكش خطوره على مرمى الشناوي. اللعيبه الاربعه اللي ورا بصراحه مادين على اعلى مستوى، سواء من الناحيه الدفاعيه وسواء علي معلول او اكرم توفيق في الناحيه الهجوميه كمان. فاعتقد يعني كان صعب ان هو يعمل تغييرات في الجزء الدفاعي. انا خد بالك في بعض المديرين الفنيين يجي يقول لك ايه، طب بص انا هعمل تغييره، علي معلول جاي من السفر فانا هريحه شويه اخر. احنا كنا متوقعينها دي في الدقيقه 75 ونزل لعيبه واديله ايه جزء من الراحه. تمام، يجي مثلا على اليو ديانج بيلعب كل الماتشات اللي فاتت، ممكن يديله جزء من الراحه. لا، في تغييرات بتاعه مدرب كلاسيكي يعملها يحافظ على الريتم، تمام، يحافظ على ادائك الدفاعي. وفي نفس التوقيت يقول لك ايه، خلاص انا بريح الليله بتاعتي، عندي مباريات مهمه في الفتره الجايه. مدرب كلاسيكي يعني بيعمل حاجات معتادين عليها. بالظبط، الحاجات المعتاده يعني تغيير مثلا بيريح لعيب، تغيير تاني بيحافظ على الاداء الدفاعي، بيقفل الجيم خلاص على الفرقه اللي قدامك. لكن هو دايما بيفكر في الحته اللي قدام. في ماتشات كتيرة خد بالك الكلام ده مفيد جدا جدا جدا. بس في بعض الماتشات خاصة في افريقيا ممكن يغير من الاستراتيجية شوية، لأن المنافس أعتقد هيبقى مختلف شوية. يعني أنا النهاردة لما أروح ألعب الترجي أو ألعب مثلا فرقة من الفرق الكبيرة في ملعبها هناك، الموضوع هيبقى مختلف. برغم إن أنت الاتحاد المنستيري عملت نفس الطريقة واشتغلت بنفس الفكر وعملت وغيرت نفس التغييرات الهجومية، هو الراجل واضح إنه بيفكر دايما ازاي يحط فرقه النادي الاهلي في الحاله الهجوميه، ازاي ما يخليكش انت دايما بتفكر انك تدافع دايما، او يبقى فكرك انت كلعيب في الملعب انك تدافع. الاهلي اداؤه جيد، الضغط النهارده كان عاجبني جدا جدا الشوط الاول. عدم استغلال الفرص برضو واحده من العيوب اللي ما زالت موجوده عند لعيبتنا. تمام، انا النهارده جالي كام فرصه النادي الاهلي النهارده؟ 6-7 فرص محققين للاهداف، سجلت منهم هدفين 2 بس. لا، المفترض لما يجي لي 6-7 فرص اسجل 4 على الاقل. نتيجه النهارده كلنا كنا بنقول قبل يعني قبل ما ندخل الاستوديو الشوط الثاني، يا جماعه المباراه تخلص 4-5 مستريح، الاهلي افضل تنظيميا، الاهلي اكثر استحواذا، الاهلي بيضغط بشكل كويس، الاهلي عنده اللعيبه اللي عندها القدرات والامكانيات. الفوارق كبيره جدا. انا ما شفتش لعيبه غزل المحل الحقيقه الماتشات اللي فاتت دي كلها، الاربع ماتشات اللي فاتوا، بس النتائج بتقول ان هم قدموا مباريات جيده، قدموا مباريات كويسه. بس على فكره خلي بالك، انا عايز اقول لك حاجه، ظهور النادي الاهلي من البدايه بمظهر جيد بالظبط، برافو عليك. خد بالك يا كابتن، انت لعبت الجيم كويس، مظبوط، انت بتلعب المحله في المحله، ما استنتش المحله ياخدوا المبادره. لا، تمام، انت اللي وجهت الجيم عليك. بالظبط، انت وجهت الجيم، اللي ابتديت تضغط من اول الجيم، لعبت على المساحات الفاضيه اللي عندهم، لعبت على نقط الضعف اللي موجوده عند فرقه المحله. هم طبعا بيحاولوا يحضروا، بس طريقه تحضيرهم يعني سهل قوي انك تضغط وتقطع وتروح زي ما انت عملت. يعني انا شايف الاهلي عمل مباراه الشوط الاول جيده جدا جدا جدا، خد كل اللي هو عايزه من الماتش. كولر اشتغل بشكل كويس جدا، لعيبه النادي الاهلي تنظيميا دفاعيا اداء رائع جدا جدا النهارده. ممكن واحده يعني وارد جدا في كره القدم واحد يرقص ويشوط زي ما حصل الشوط الاول. اسمه يعني اللاعب الاسمر، مش فاكر اسمه ايه الحقيقه، اوراق
وراكم جابرييل. جابرييل لما رقص كده وبتاع وشاطها وجت في الشناوي وردت باولون فيها في حطها من فوق جول. وارد خد بالك في كره القدم ان يبقى في حاله فرديه. طب بص يا كابتن ممكن نوقف هنا بعد اذنك نوقف بس بعد اذنك. بص يا كابتن ده تنظيم هايل في نص ملعب النادي الاهلي من لعيبه النادي الاهلي. تنظيم دفاع جيد جدا جدا. تنظيم هايل والمحله مش لاقي حلول خالص. على نكمل بص يا كابتن بص ابتدي عمليه الضغط بقى يا كابتن اهو ادي واحد ضغط بص الناحيه الثانيه بيرسي تاو بيضغط بيكمل الضغط تمام بس اتقطعت لو 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 بس لو سيبرسن ما اعرفش ده مجدي قفشه تقريبا ولا مش عارف. لا مش مجدي ده ما كانش نزل ده السلية. لو بس سيبر خطوة. لو سنه صغيره خطوه واحده بس صح. جول والجول الثالث والماتش خلاص اتقتل برضو من ده الضغط اللي بتتكلم عليه واتكلمنا عليه من بدايه المباراه هو ده طريقه اللعب المظبوطه المفترض تلعب بيها كل الماتشات اللي جايه كلها. بص يا كابتن التنظيم مظبوط. اثنين اهم بيهاجموا بيطلع سافيو مع بيرسي تاو بيكمل ويجي من وراهم. بص الرباعي شايف الرباعي ده كابتن كريم فؤاد واليو ديانج وعمرو السوليه وعبد القادر. تنظيم رائع جدا جدا. كل بص لعيبه المحله حتى لما بص لما دول بيسقطوا على طول انت الميزه النهارده اللي كان بيعملها الاهلي لا مش بس الضغط ان لعيبه غزل المحله قدام عينيك. ايوه تمام ما بيتحركوش من وراك انت يعني في اوقات كتير جدا يبقى عندك تنظيم دفاعي لكن ما عندكش مراقبه جيده. مظبوط تمام تبقى انت واقف خطوطك حلوه بس مش يعني الخصم. على خط واحد ومنظم لكن الخصم بيتحرك تحركات انت مش مراقب فيها بشكل كويس. لكن النهارده لا التنظيم كويس المراقبه جيده جدا جدا حاطط لعيبه المحله دايما قدام عينيك وده اللي مسهلك العمليه الدفاعيه الحته الدفاعيه انك دايما لعيبه المحله لا في وشك قدام عينيك على طول انت مراقبهم مراقب حركاتهم بشكل كويس. عشان كده ما شفناش فوارق السرعات النهارده لعيبه المحله على مدافعين النادي الاهلي. خد بالك لو جيت تبص معلش هات تاني اللقطه اللي فاتت دي ممكن نجيبها تاني بعد اذنكم اللقطه دي. بص الاثنين المهاجمين لعيبه نص ملعب المدافعين بتوع الاهلي القريبين بص يا كابتن قريبين جدا من بعض مفيش مفيش مساحه يقدر يتحرك فيها حد من لعيبه المحل. مفيش مساحه هيبقى في ضغط شديد جدا جدا. ادي الاثنين بتوع لعيبه النادي الاهلي مفيش 10 متر كمل بقى بالكوره لو الكوره دي ما اتقطعتش يعني كمل يا كابتن بالكوره هتلاقي المسافه برضو قريبه جدا يعني الخطوط وبعضها صح. ادي بص بقى بص الخط الثاني فين يا كابتن بس توب. ايوه صح هنا كده اقف بص يا كابتن الخطوط انت بتتكلم على زمان متر كنا بنعاني من ايه بقى دايما زمان كنا بنعاني من ايه ان نص الملعب بيبقى واقف في الحته دي والمدافعين على 18 فيبقى عند يبقى السنتر فورورد عنده مساحه يتحرك ويستلم الوينجرز بتوع الفرق اللي قدامك عندهم مساحه يتحركوا صح. غالبا رقم 10 دايما في الفرق الثانيه كان بيستلم طبعا بيستلم في الحته الفاضيه دي لكن النهارده المسافه قصيره جدا تقريبا على بين الخطوط وبعضها. انت بتتكلم على خطوط الاهلي بتلعب في 25 طبعًا. متر او 30 متر حوالي 30 متر تقريبا 30 متر تقريبا فده اللي دايما الكابتن عادل بيطالب بيه والكابتن شريف على ما يقول على حته العمق دي اي مدير فني محترم عايز يلعب بالشكل ده. امبارح يا كابتن احنا اتفرجنا على المغرب يا جماعه ما نفس طريقه اللعب الخطوط قريبه جدا من بعض فهتيجي تستلم هتلاقي يا اما نص ملعب بيضغط يا اما المدافعين بيضغطوا تمام فما فيش فرصه لاي من المهاجمين او ان هو ياخد ويستلم ويبتدي يلف ويبتدي يخلق هجمه منظمه او يعمل عليه خطوره. فالنهارده الحقيقه الاهلي تنظيم دفاع جيد جدا 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 ضغط كان جيد جدا 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 استغلال لفرصتين يعني فتحت وقتلت بهم الجيم النهارده بيرسي تاو وسافي. صحيح نروح لزميلنا محمد توفيق ملعب المباراه ومعاه الكابتن سامي قمصان مدرب النادي الاهلي. اتفضل يا محمد. من جديد كابتن ايمن تحياتي لحضرتك وضيوفك الكرام وكل جماهير النادي الاهلي في كل مكان. الف مبروك فوز خامس على التوالي والتربع على صداره الدوري ودايما يا رب النادي الاهلي في انتصارات وبطولات. سعدنا بعد انتهاء اللقاء يكون معنا كابتن سامي قمصان المدرب العام لفريق النادي الاهلي. الف مبروك الفوز والف مبروك الاداء والبصمات اللي بتوضح مباراه بعد الثانيه. الحمد لله طبعا تحياتي طبعا كابتن ايمن وضيوفه زي ما انت قلت مبروك طبعا جمهور النادي الاهلي. مباراه بالنسبه لنا كانت مهمه جدا بتلعب برده ثاني الدوري فرقه منظمه عندها مدرب كويس كان مهم جدا ان احنا الحمد لله برده ناكد ان خصوصا بعد اداء الماتش اللي فات ما كانش مرضي بالنسبه لنا وبالنسبه لجمهورنا فكان مهم جدا ان احنا ناكد النهارده على الاداء والنتيجه فاعتقد الحمد لله النتيجه مرضيه لينا واداء الحمد لله مميز نقدر نبني عليه الفتره الجايه ان شاء الله. كابتن سامي يمكن كمان يعني بقى في تشكيل او شكل ثابت للنادي الاهلي فورمات ثابت ايا كانت العناصر اللي موجوده الحمد لله كلها بنفس الاداء وبصمات الجهاز الفني بقت واضحه وبقى في كلام متقال احنا كمان كجمهور ملاحظينه قبل كمان النقاد وان في حاجه متقاله في الملعب وفي جمل وفي سيستم لعب ماشيين بيه الفتره دي. الحمد لله لعيبه النادي الاهلي لعيبه مميزه
والراجل مركز جدا ويهتم بتفاصيل كتيره جدا في الفرقه وعامل منافسه كويسه بالفرقه. النهارده تاو بيلعب وبيسجل هدف كويس، برونو بيواصل برضو أداء طيب وسجل هدف برضو مميز، فأعتقد الحمد لله في منافسة كبيرة بين الفريق كله، مردودها باين في الملعب، إن شاء الله أي لعيبة جاهزة، اللعيبة كلها بتمرن كويس، بتأدي كويس، والشكل ده إن شاء الله نقدر نحافظ عليه المباريات القادمة ولحد ما ننهي إن شاء الله بطولة الدوري وكل البطولات اللي إحنا بنشارك فيها. التعامل مع الفريق بشكل كامل كل الاسكواد سواء فنيا او نفسيا شايفه ازاي، خاصه في ظل غياب اي عنصر للاصابه او لاي ظرف؟ الحمد لله البديل جاهز وبنفس المستوى. يعني انت بتتكلم في لعيبه النادي الاهلي كلهم نجوم، يعني لعيبه عندها خبرات، لعيبه مميزه، يعني انت عارف مش اي حد يقدر يلعب في النادي الاهلي بالضغوط اللي فيها ديت وطموح جمهوره، فاعتقد ان كل لعيبه تبقى مستنيه فرصه بس اللي هي تثبت نفسها وتاكد قدرتها اللي هي تكون موجوده في النادي الاهلي، وده الحمد لله كان مردوده موجود في المباراه ديت والمباراه اللي فاتت كلها، فاعتقد الحمد لله المنافسه دي في صالح الفرقه وفي صالح النادي. ان شاء الله ان شاء الله يعني نقدر الفتره اللي جايه تكون احسن واحسن. الحمد لله برضو عندنا يعني ضغط مباريات مهم جدا ان احنا يبقى في روتيشن، الراجل بيحاول برضو يحافظ عليه من خلال التدوير باللعيبه، وان شاء الله ربنا يكرمنا ان شاء الله في المباريات القادمه ان شاء الله. السؤال الثاني عن المباريات القادمه، المباراه الجايه في الاتحاد وبعدها فيوتشر، المباراتين مهمين وكمان فرق مستواها محترم، شايف المباراتين دول ازاي والاستعداد ليهم الفتره الجايه بشكله ازاي؟ خلينا نتفق بس ان كل مباراه صعبه، يعني كل مباراه دوري صعبه، الدوري صعب جدا، يعني فرق مستعده كويسه، عندها اجهزه فنيه مميزه، عندها لعيبه مميزه، مهم جدا بالنسبه لنا ان احنا كل ماتش بالنسبه لنا 3 نقاط، لانك انت بتلعب على بطوله بقالك سنتين مش موجوده بالنسبه لنا، ودي كانت حاجه صعبه جدا علينا وعلى جمهورنا وعلى تاريخ النادي الاهلي نفسه، فاعتقد الحمد لله ان احنا درس السنين اللي فاتت ان شاء الله ما تكررش، كل ماتش بناخده لوحده، كل مباراه بنقدر نستعد لها لوحدها، فاعتقد ان شاء الله اللي احنا خلصنا مباراه المحله، نركز بقى في مباراه الاتحاد ان شاء الله ربنا يكرمنا فيها، نستعد كويس نقدر نحقق 3 نقاط ان شاء الله. جمهور النادي الاهلي طول عمره جمهور عظيم، ولكن المشهد النهارده عايز تعلق حضرتك عليه، خاصه المباراه خارج القاهره في المحله، اداء الجمهور وعدد جمهور النادي الاهلي كان اكبر من جمهور المحله، تعلق عليه. ده دايما جمهور النادي الاهلي دايما موجود في الموعد في كل الاوقات، يعني بشكره طبعا على تواجده، بشكره على الدعم اللي هو اداه لعيبته، واعتقد بيبقى المردود غير، يعني وجود جمهور النادي الاهلي معانا ومع اللعيبه بيبقى مختلف جدا، يعني النهارده اللعيبه بقى لها فتره كبيره جدا ما بتلعبش في وجود جمهور زي دوت من بدايه المباراه، هو بيشجع الفرقه وبيديها دفعه قويه وبيحسسهم بالمسؤوليه، فاعتقد اللعيبه كان النهارده عندها حماس كبيره جدا اللي هي ما ترجعش جمهور النادي الاهلي ده لما اكون سعيد بالاداء وبالنتيجه، فاعتقد الحمد لله كان مردود كويس ليهم، واتمنى ان شاء الله الفتره اللي جايه جمهور النادي الاهلي يبقى اكتر واكتر ويبقى بعد ربنا دايما داعم لينا، وان شاء الله نبقى على قد الثقه اللي هو جمهور النادي الاهلي بيديها الفرقه يعني. شكرا كابتن سامي، بتمنى لكم التوفيق اللي جاي ان شاء الله. شكرا احمد، شكرا. كابتن ايمن، ده كان لقائنا مع كابتن سامي قمصان المدرب العام لفريق النادي الاهلي، وزي ما قالوا كمان مستر مارسيل كولر اتكلم في المؤتمر الصحفي، اتكلم على قد ايه جمهور النادي الاهلي النهارده كان عظيم، وابدا اعجابه بجمهور النادي الاهلي ان المباراه خارج القاهره زي ما قلنا من قبل المباراه، وجمهور النادي الاهلي يعني زي ما بنقول بنرسم لوحه فنيه اكثر من رائعه في المدرجات، ممكن ده انعكس على اداء اللعيبه. يا رب دايما النادي الاهلي في انتصارات، ببارك لحضرتك ولكل جماهير النادي الاهلي في كل مكان، ودايما يبقى النادي الاهلي في المقدمه. كابتن ايمن، كلمه حضرتك، اتفضل. شكرا جزيلا للزميل العزيز محمد توفيق، وزي ما شفنا الكابتن سامي راضي طبعا عن الاداء النهارده، طبعا بالتالي راضي عن المكسب، وزي ما قال محمد ايه العظمه بتاعت جمهور النادي الاهلي في المدرجات، يعني انا اتمنى زي ما قالوا فعلا ان عدد الجماهير تزيد، اتمنى ان شاء الله الفتره اللي جايه. بس قبل الفتره اللي جايه انا عجبني قوي روح لعيبه النادي الاهلي النهارده من بدايه المباراه زي ما قالوا الكباتن، وزي ما قلنا مهما تتكلم عن الفنيات، حتى كباتننا الكبار ومديريننا الفنيين اللي كانوا بيدربونا زمان وما زال الكلام ده لحد دلوقتي، هو المدير الفني بيقول لك بعض الحاجات اللي تتنظم او تتعمل في الملعب، ولكن لو انت ما عندكش الروح وما عندكش شخصيه النادي الاهلي، شخصيه لعيب النادي الاهلي وروح الفانيلا الحمراء، الكلام ده يتلغي خالص، وده اللي حصل النهارده كابتن شريف في البدايه. بص يا كابتن ايمن، انا عجبني الجمهور وعجبني زياره اللجنه بتاعت الصلح خير، الصلح خير، واتمنى ان هم يزوروا كل فرقه احنا هنلاعبها، لان هي دي الروح،
هي دي الروح اللي نتمناها انها تبقى موجوده في الدوري. زيارات معلش كنت مسافر انا معلش. زيارات بتحصل ايه زياره الصلح خير تلعب حد. دي حاجه الصلح خير كان في مشكله كان في مشكله في نادي المحله انا اعرفها دي اغنيه بتالي لجنه لا ما اعرفش انا بس مش اغنيه كابتن اسمها لجنه الصلح خير لا اسمها ايه بجد بتكلم بجد والله الصلح الصلح الرابطه اللجنه بتاعت الرابطه راحوا عشان انت بتلعب الاهلي فانا ده اللي عجبني ده اللي ادانا الحافز وده ادانا الروح فكل مره يا ريت يروحوا يشوفوا الفرق دي ناقصها ايه يتكلموا معاه وتبقى حاجه جديده في الكره المصريه. نقول له بس الواقع كان في مشكله كابتن بلال بين المدير الفني والمسؤولين في غزل المحله تمام. والمسؤولين في غزل المحله قادرين يحلوا المشكله تدخلت بعض الجهات من بره منها الرابط عشان يعملوا يا كابتن علشان يعملوا الصلح خير يوفقوا الاوضاع يعني بين مين ومين؟ بين المدرب بابا فاسيلز والغزل المحله والنادي مع ان المحله في مسؤولين قادرين دي مشكله داخليه غير كده عادي انا جدا. عايز التصرف ده يبقى موجود على طول مع كل الفرق مش مع حاله دي الواقع. كل ماتش احنا هنروح نلعبه يا ريت الحاله دي يشوفوا الاحوال انا بس يا بلاش يشوفوا كل حاله فرقه احنا هنروح نلعبها ونشوف محتاجين ايه كابتن هو ده كلام يعني ايه يعني ايه الرابطه تروح تصلح ما بين المدير الفني والفرقه بتاعته هو ده كلام يعني يا كابتن ده تصرف جديد ومنهج جديد للاداره المنهج يا كابتن ده موجود في النهارده لما كل الفرق يبقى عندها مشكله انت عملت الرابطه ده شغل الرابطه يا كابتن استنى معلش يا كابتن شريف انت لما جيت عملت الرابطه دي هسألك بس سؤال لما جيت عملت الرابطه دي انت جبتها من عندك اخترعتها ولا جبتها من بره جبتها من بره صح طب ايه المعايير استنى يا كابتن بس لا ما انت تقول لي المعايير اختيار سيبك من الاختيار انا مش هكلمك لا 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 خليني ما اقدرش اسيبني يا كابتن واحده واحده بس واحده واحده اتفضل لما جيت عملت الرابطه دي اخترعتها انت ولا جبتها من بره منها ولا جابها مسلوقه لا قوانينهم هم عملوها مش قوانينها انا بس يا كابتن لا ليهم قوانين هم جايبها بقوانينها ولا جايبها مسلوقه التشريعيه بتاعتهم هم جايبها بقوانينها صح اي طب انت عمرك شفت رابطه في العالم مدير فني تروح تصلح تروح تصلح ما بينهم ايوه يا صلح خير انا بتكلم جد والله انا بقول صلح خير انا بقول الصلح خير ما شفتش كده انا ما شفتش كده في العالم كله انا ما شفتش كده خليني باخد انا يعني انا باخد النقطه يعني الاتحاد ايا كان اي اتحاد في العالم مورينيو عايز يمشي بلاش مورينيو الاتحاد الانجليزي جوارديولا عايز يمشي بقول لك ايه ده تقليل من قيمه الكوادر اللي موجوده في الاداريه في غزل المحله نادي غزل المحله نادي كبير نادي عريق هي تربطهم علاقات لا والله انا بسال بس يا جماعه تربطهم علاقات جامده جدا بينهم وبين بعض ماشي يخليهم يروحوا في زيارات يعني فانا بقول لك ايه اللي خلى النهارده اللي حصل بعد قبل المباراه دي كلها انت بتقولي الاهلي النهارده وجماهير الاهلي الروح كلها استمدت خدت بالك من الاستفزاز تنافسه في الزني كويس وبتعمل شكل كده على العلق وعلى الملأ في كل زي الفار كده النهارده ما بيستدعي وبيعمل حاجات لينا احنا ما فيش على فكره كان في مشاكل النهارده تحكيميه النهارده في شويه حاجات هنشوفها بتكلم فيها مع كابتن ناصر ان شاء الله والراجل اكرم توفيق اللي اتدهس ده بالرجل ده كان هيبطل تاني وفي بينالتي لينا ولا حد جاب ولا حد اتكلم ولا المهم فانت هتفضل ماشي في الشكل ده لا تملك يا كابتن ايمن الا الروح اللي انت بتلعب بيها واحساس اللعيبه ومسؤوليه اللعيبه في هذا الدوري ايوه ان شاء الله يخش الدوري ده وانت كل ثلاث نقاط بتاخدها كل ما التانيين بيحسوا بالاحباط وكل حاجه جميع الفرق بتحس ما هو الاهلي عشان كده انا بقول لك الاهلي القمه يفضل الاهلي القمه في كل ثلاث نقاط بالتناول الادائي بتاع الجهاز الفني برؤيه الجهاز الفني بحاله اللاعبين اللي هي بتؤهله لكل مباراه أيوة. عمرك ما هتلاقي تيم ثابت طوال الدوري ولا الاشتراك في افريقيا ولا كل ثلاث ايام ماتش عشان كده احنا لما بنيجي نتعرض لاي فريق بنقول قوي تشكيل بينزل فبنلاقي دايما تغييرات فدي مش عشان ما نخشش في نقاش فيها انا مثلا واحد من الناس لازم ابدا بمجدي قفشه فهتلاقي دايما في تغييرات في كل تشكيل ولكن يفضل شيء واحد ثابت هو الروح صحيح هو الاداء اللي انتوا قعدتوا بعملاله ورسمتوا لنا الملعب وعادل يقول لك الضغط والكومباكت اللي بيبقى موجود وعدم الفوارق والفراغات اللي موجوده هو ده الحاله الوحيده اللي تخليك كنادي اهلي موجود الباقي كله موجود الترقيص موجود الفرديات موجوده الشوط موجود ازاي تسمح لنفسك انك انت تبقى تحت الطلب ده
ازاي تسمح لنفسك انك تأدي الحاجات دي كلها. أيوة. فهو ده الشكل الطبيعي بتاعك انت. لا صحيح. تقلق لو انت عندك شخصية النادي الاهلي وتشيرت النادي الاهلي. صحيح. بأي حد بيلعب. صحيح. بالتوفيق ان شاء الله. يا رب ان شاء الله. وزي ما بقول من مكسب النادي الاهلي النهاردة جه بسبب الروح العالية. بسبب اداء اللاعبين في الملعب. وفي سبب لازم كلنا نتكلم عليه. تواجد جماهير النادي الاهلي في الملعب. والتشجيع الكبير. التشجيع الكبير. من غير ما يكسروا اي حاجة. من غير ما يحصل اي حاجة في ملعب المحل. تشجيع مثالي. جمهور النادي الاهلي. من الجمهورين على اللي احنا بنتكلم عليه دلوقتي. سبب من ضمن اسباب فوز النادي الاهلي النهاردة وظهوره بالمظهر المشرف اللي حصل في المباراة. تعالوا نروح نشوف المؤتمر الصحفي ونشوف مستر كولر قال ايه بعد المباراة. Am Gott sei Dank, wir fangen jetzt an mit der Pressekonferenz. Zuerst dann der Coach von der Halle hat dann zwei Minuten über das Spiel zu sprechen, nur das Spiel. Und dann drei Fragen dann von der Presse. Die müssen dann des Spiels sein. Auch jede Frage dann außerhalb des Spiels wird nicht beantwortet. So, wir können anfangen. Okay, ich. Also, wir haben ein sehr gutes Spiel. Die Mannschaft war sehr konzentriert. Wir haben erste Halbzeit hohes Pressing gemacht, sind da mit den zwei Toren in Führung gegangen. الفريق النهاردة لعب ماتش عظيم جدا بالذات الشوط الأولاني. عملنا كل حاجة أنا طلبتها من الفريق عمل كل حاجة أنا طلبتها منه. كان في ضغط عالي، كان في تركيز، كان في تحرك من غير كرة. كل حاجة طلبتها من اللعبة تنفذت 100% في الشوط الأولاني. Und ich denke, dass wir dann die zweite Halbzeit das Spiel mehrheitlich kontrolliert haben und auch noch die eine oder andere Chance nach vorne entwickelt. والشوط الثاني حاولنا إن احنا نتحكم في المباراة وده احنا قدرنا فعلا نعمله. كنا احنا متحكمين تماما في الشوط الثاني وخلقنا فرصة أو فرصتين. لكن تسيدنا المباراة تماما. Der Gegner ist dann noch zu Möglichkeiten gekommen durch unser Verschulden. المنافس جاله فرصة أو كذا فرصة خطيرة كلها للأسف كانت بأخطاء مننا احنا اللي تسببنا فيها. Möchte mich auch bei unseren Fans bedanken, dass die so zahlreich erschienen sind und richtig gute Stimmung gemacht haben. بوجه شكر خاص لجماهير النادي الأهلي اللي جت في ملعب بره القاهرة وكانت بالعدد ده وانها كانت من اول دقيقة لاخر دقيقة ادتنا كل الدوافع الممكنة. بشكر جمهور النادي الاهلي جدا. مركز راس الحربة شفنا اكثر من لاعب مشارك في الفترة. بوزيسيون نوينا از ميتل شتيرما هاست دو دان مير يدن مان بس جيكسلت هويتا هام بير بيرسيتاو جيزين. هل المركز ده انصب من ازمة كولر؟ بس ist deine Beurteilung über Pirsitao und ist diese Position ein Problem bei dir oder eine Herausforderung? Nein, für dich? Also, nein, jetzt aktuell eigentlich nicht. Es war so, dass wir natürlich zuerst mal die Spieler kennenlernen mussten. Dann war Percy war noch verletzt. لا حاليا ما عنديش مشكلة خالص. كان أنا لازم بتعرف على اللعيبة وبشوفها. بيرسي كان بقاله فترة مصاب ولازم ياخد فرصة إن أنا أشوفه. Und ich habe natürlich schon auch mitbekommen, dass ganz vorne drin spielen kann. Und heute hat das gezeigt, hat ein sehr gutes Spiel gemacht, ein Tor gemacht, hat gerade auch erste Halbzeit. Klar fehlt ihm natürlich noch ein bisschen der Rhythmus. Der Spielrhythmus, weil jetzt die vergangene Zeit eher nur Kurzeinsätze hatte. وانا جات لي المعلومه ان هو بيقدر يلعب في المركز ده وفعلا انا جربته فيه النهارده وهو كان على قد الحدث ولعب كويس جدا جاب جون حركته كانت كويسه جدا كان خفيف كان بيضغط كان بيتحرك قدام كويس جدا فعمل كل اللي انا عايزه ولكن طبعا هو راجع من اصابه طويله فما قدرش يدي طول ال 90 دقيقه الشوط الاولاني بالذات طبعا كان عمل كل حاجه فبدا يتعب لانه لسه ما دخلش في رتم الفرقه رتم المباريات ده بيحتاج وقت بعد اصابه زي اللي كانت عنده. Und er hat vor allem in der ersten Halbzeit hat er sehr gut auch attackiert und dagegen gearbeitet. الشوط الأولاني كان الضغط بتاعه والحركة بتاعته كانت ممتازة جدا وكان بيروح على الكورة عجبني جدا فيرس النهارده. Zweite Frage. Ich gratuliere für den Sieg. Drei wichtige Punkte. Es gibt einen großen Unterschied zwischen der Leistung der Ahli von der ersten Halbzeit und der zweiten Halbzeit. In der ersten Halbzeit war Ahli defensiv sehr stark und hat dann auf Konter gespielt und konnte dann zwei Tore geschossen. In der zweiten Halbzeit war er Ballbesitz, aber er konnte nicht viele
viele Chancen kreieren. Warum ist dieser große Unterschied zwischen der ersten und zweiten Halbzeit? Ja, ich habe das nicht so gesehen. Ich glaube, wir haben nicht auf Konter gespielt, sondern wir haben ja eigentlich in ihrer Platzhälfte gespielt. Einer mit Schäf, تقريبا الشوط الاولاني كله احنا في النص الاولاني في نص المحله نضغط هناك بنضيع فرص بنهجم في نص الملعب القدامي في الشوط الثاني حاولت ان انا اللي قلت للعيبه انها تبدا انها ترتد شويه ما تبداش تضغط من قدام weil wir natürlich auch nicht in die Konter vom Gegner laufen wollten ne wir haben schnelle Leute und لان انا ما كنتش عايز اسمح لهم ان هم في الشوط الثاني يبداوا يلعبوا علينا هجمات مرتده في ظهرنا خصوصا ان هم عندهم لعيبه عندهم سرعات ممكن ان هو يستغلها فانا قررت ان ارجع خطوتين لورا عشان نقدر ان احنا نقفل كل المساحات بالنسبه لي اللعيبه طبقت كل اللي انا عايزه الشوط الاولاني زي الشوط الثاني بالظبط الماتش مشي زي ما انا عايز زي ما انا رسمته Was hat dir dann am meisten aufgeregt gemacht hat vor dem Spiel? Besonders dass El Ahli bekannt ist, dass El Ahli immer schwierige Spiele hier hat. Hat das dann dir Sorgen gemacht vor dem Spiel? Nein, weil ich habe drei Spiele angeschaut und habe eine Analyse gemacht, habe das der Mannschaft präsentiert und لا ما كانش عندي قلق لان انا اتفرجت على فرقه المحله كويس شفت ثلاث ماتشات ليهم حللتهم عرضت كل افكار الفرقه لفرقتي وريت لهم هنلعب ازاي وقلت لهم يعملوا ايه عملوا اللي انا قلته عليه فالماتش كان سهل وكسبناه Mich interessiert die Vergangenheit nicht, was früher war, also das ist vorbei. Also wir können nur das bewerkstelligen, wir können nur das bearbeiten, was aktuell ist. Und was vorbei ist, das ist. أنا عامة كمان عمري ما ببص لورا، أنا ما يهمنيش تاريخ، ما ببصش كان إيه اللي بيحصل هنا ولا كان إيه اللي قبل كده، أنا بفكر دايما النهاردة، النهاردة إيه الوضع، أنا فرقتي فين، الفرقة اللي قدامي فين، بلعب على الواقع، بلعب على النهاردة، وإن شاء الله دايما هنحقق الفوز بالطريقة دي. شكرا. رجعنا لكم مره ثانيه يا اعزائي المشاهدين. مستر كولر طبعا قال في المؤتمر ان هو سعيد بالمكسب، وفي البدايه شكر جماهير النادي الاهلي شكر خاص، قال لك ماتش بره القاهره وان تيجي جماهير بالعدد ده والتشجيع من اول دقيقه زي بالظبط اخر دقيقه، دي حاجه يشكر عليها الجمهور، وتحيه خاصه لجماهير النادي الاهلي العظيمه. كلم على اداء النادي الاهلي الشوط الاول وتسيده بالكامل، واتكلم على سؤال وقال احنا الشوط الاولاني تقريبا اللعب كله كان في نص ملعب المحل. بالنسبه للي حصل الشوط الثاني، التغيير اللي حصل ان هو اللي قال للعيبه تلعب في نص ملعب او تلتين ملعب علشان يقفل المساحات على لعيبه المحله والحد من سرعاتهم. الشوط الثاني ان هو كان متوقع رده فعل للمحله فقفل الحته دي. فكر مدير فني اتكلم على بيرسي تاو ان هو كان عايز يشوفه في المكان دوت، واثبت كفاءه عاليه، احرز هدف وتسبب في ازعاج وارباك مدافعي المحله، ويعتبر بالنسبه له ناجح. وبالنسبه لتغييره ان هو بقى له فتره كبيره كان بعيد عن الملاعب وراجع من اصابه، وكل كلامه كان متزن. يعني اللي عجبني في كلامه انه متزن، لا بيفرح قوي ولا بيزعل قوي، مع انه حتى الان محقق العلامه الكامله، وان شاء الله يستمر في هذا. هنروح لفاصل ونرجع لحضراتكم مره اخرى نكمل كلامنا مع نجومنا الكبار، انتظرونا. نرحب بكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين. كابتن شريف، كان عندك تعليق على كلام مستر كولر. الظاهر مستر كولر كان بيسمعك في الفقره اللي قبل ما يطلع ويتكلم الحقيقه، فاتكلم عن شيء ملموس وشيء كان حي فعلا في المدرجات. وفعلا جميل النادي الاهلي لما تقطع عليها الصوره، ويا ريت يقطعوا لنا عليها الصوره الاخوه في الاخراج عندنا، الناس بتشجع طوال المباراه. وشفت الحكايه دي، اذا كنت انت متقدم او متعادل او بتبقى متاخر، الماتش اللي فات برضو متاخرين بهدف، ولا الناس كلها الجماهير واقفه بتشجع بنفس التون وبنفس الشكل، لان بعد ما بيحصل الريسيفنج اللي هو بتديهم الهدف الاولاني او بتتعادل وترجع تكسب، بتبقى الحاله اللي هم يا كابتن شريف
الحاله دي علاء اللي بيدوروا عليها. النادي رايح تنبسط، النادي رايح تفخر ان هم اهلاويه. فده شكل تحس ان دول 100,000 مش 10,000 او 8,000 الحقيقه. فمشكورين جدا. ده هو اصلا لينا حاجه بسيطه 2,500. 2,500 دول 2,500 بس هم يا الله يعني ولا 50,000 الواحد فيهم قريب 3,000 الواحد فيهم ب 10 قريب لال والله. عشان كده ربنا بيكافئ انهم 50,000 ربنا بيكافئ اللعيبه وبيكافئهم والاحساس بيهم بيأدي اداء تاني خالص. فانا بشكرك انك انت خليتني رجعت لي تاني وبدي للجماهير حقها الحقيقه. طبعا طبعا. ومستر كولر زي ما اتكلم وقال على بيرستاو ليه هو حط بيرستاو عودته من بيتفرج هو ده الكلام اللي احنا بنقوله. لا حاجه ما شاء الله حاجه فسحه يعني الواحد. احنا زمان لما كنا بنلعب وبنروح بتاع كان نص الملعب ده عادل، نص الملعب ده كان بيبقى اهلي والنص الثاني كان بيبقى محلي، كان بتبقى مباراه جميله جدا. يا ريت الصوت كمان الشكل ده يرجع كمان يا رب. فالف مبروك ليهم وبنشكرهم وبنشكر مستر كولر اللي هو بيشرح كل حاجه والشكل اللي هو بيشتغل بيه وبيتكلم عن كل لاعب وبيتكلم عن كل الاداره كمنظومه كلها هو حاسس بيها عن طريق الجماهير. خلي بالك ده مباراه خارج الارض كمان يعني المحله في المحله مباراه مش جوه مصر مش جوه القاهره يعني. ما هو المكسب يا كابتن ايمن بيكسبك حاجات كتير قوي. ليه بتكسب حاجات؟ هتلاقي اي ماتش بره بعد كده النادي موجوده، اي ماتش كده الناس اللعيبه كمان بيحركوا الصخر. صحيح. تبقى ساعات مصاب وكمان وبتجري وبتدوس وبتعمل اوفر اللي عندك. ايوه. عندك ناس انت لازم تلعب لها ومسؤوليه كبيره جدا تجاه جماهيرك وتجاه ناديك يعني. صحيح. حزم وحش المدربين ما شافوش ال 120,000 وال 80 و 90 دي حقيقه. ولا اللعيبه. اول اللعيبه من 2011 اللعيبه ما لعبتش. يمكن شافوا ده مع المنتخبات بقى. يمكن بس الحقيقه يا كابتن في لوم وشويه عتاب كده على ايه يا كابتن؟ على الرابطه يعني. تاني؟ صغير عشان ما انساش. اتفضل. لا وانا كمان ماشي. يعني انت بتتفرج على كاس العالم شفت التصوير؟ طبعا. شفت الاضاءه؟ طبعا. شفت الملاعب؟ شفت التطوير؟ شفت الجو؟ صح. يعني اتموسفير انك تلعب كره بجد حلو او انك تتفرج وتتابع بجد. هو ليه يعني مع احترامنا الكامل لكل الناس، ليه الشباب المصري كله ساب الدوري المصري وراح يتفرج دلوقتي على اوروبا؟ شايفين تقنيه في التصوير والملاعب والاضاءات ايه يا جماعه؟ هو احنا لسه في العصر المتحجر من في كره القدم؟ لسه بنتفرج على اللعيب اللي مش شايفينه؟ انا مش شايف اللعيبه. والله العظيم مش شايف اللعيب بجد، والله العظيم انا مش شايف اللعيبه من التصوير. ومش الماتش ده بس على فكره. بقول لك هو المخرج كان فين ساعه الجول اللي احنا الجول الاولاني؟ طبعا كان بص يا كابتن، اخراج وتصوير حاجه الحقيقه يعني هل ده عيب مثلا ماتيريال، عيب كاميرات، عيب مصورين، عيب اخراج يعني؟ هو انا عايز اسال سؤال بس بما انك احنا بعيد لا لا. خد بالك احنا بعيد عن الدول العربيه يا كابتن، مش بكلمك بقى في لا لا بما انك اتكلمت في النقطه ديت. هو دي مسؤوليه الرابطه؟ مسؤوليه مين يا كابتن؟ والله ما عارف، انا بسالك عادي. ايوه مسؤوليه مين طيب؟ هو الدوري مين بيدير الدوري؟ المفروض الرابطه. وامكانيات المفروض ومداخل ومخارج الفلوس المفروض رابطه صلح خير. ايوه يا كابتن. ايوه. لا سيبكم من صلح خير بقى ونجات والصغيره وبتاع بقول لك ايه بقى في الفراخ والحاجات دي. الماتش اللي فات دخل فينا جون زي بتاع انورامو بتاع تونس، الراجل عملها بايده كانت واضحه يا كابتن. واضحه ده لو مفيش فار كان الجول اتحسب، لان الجول اتحسب. ده جه الحكم قبل الكره دي قال جاب الكابتن هنا والكابتن هنا، قال لهم على فكره ما عنديش فار، فخدوا بالكم ان ممكن اي كره تحصل انا ما عنديش فار. الكره دي اللاين مان شافها زي ما بقول لك كده. بص على ايه؟ ما هو الفار اشتغل. الفار اشتغل صدفه. اوكي. الكره دي بقى اللاين مان شافها وجري على الخط ادى جول. يعني لو كان الفار مش شغال كان الجول اتحسب عادي جدا. بص يا كابتن ده ماشي يعني نتكلم فيه، لكن انا بكلمك في حاجه من ضمن متعه كره القدم. يعني انا النهارده ايه المتعه في كره القدم؟ لما الجول يتلعب، تصوير بالبطيء، الزومنج على اللعيب على الجول، الحدث نفسه بتاع كره، السسبنس، التشويق يعني، فاهم قصدي؟ يعني انا النهارده يعني هتجذب الناس تتفرج ازاي؟ هتجذب الشباب الصغير تتفرج ازاي؟ ايوه. ما هو لازم يبقى عندك الحدث بتاعك مكتمل، الاركان يبقى حلو، الملاعب جيده جدا. العب بالنهار يا سيدي ماشي. على فكره انا مع انك تلعب 1 و2 الظهر على فكره، مش مع 7 و8 بالليل. العب الجو حلو دلوقتي والدنيا تمام ودرجه حراره كويسه، العب بالظهر. لكن اديني متعه وانا بتفرج على الماتش، اديني اخراج حلو،
اديني تصوير جيد، اديني متابعه حلوه، اديني افكت كويس. لكن انا النهارده بتفرج الحقيقه، انا حاسس ان يعني كنت بلعب سنه حاجه 99 مثلا زي ما زي هو نفس التصوير، هو نفس الاليه. في ايه اللي اتغير؟ ايه اللي جد على الدوري المصري؟ الارقام الكبيره اللي بتدفع في الدوري المصري يعني مقارنه بالحاجات اللي بنتفرج عليها والاضاءه والتصوير اللي بتفرج والاخراج اللي بتفرج. لا يا جماعه الموضوع يعني مش عايز اقول سيء للغايه، لكن مفيش يعني عارف يعني انت لما يبقى قدامك منتجين تقارن تشتري من فيهم، بتدور على المنتج الشاين يعني عارف طبعا ساري يا كابتن عارف القيم الحلو تمام. فكذلك بالظبط انت لما يبقى قدامك مباراه في الدوري المصري، مباراه في اي دوري حتى لو عربي، بتشوف فرق الكواليتي عاليه جدا جدا، فبتخليك غصب عنك انك انت ايه انا اسف تلف في وشك ناحيه الدوري المصري وتتفرج على الدوري الثاني. هل احنا ما عندناش الامكانيات؟ انا يعني من حديثهم او من حديث الناس المسؤوله قالوا لا احنا عندنا التقنيات الجيده وعندنا الامكانيات الكويسه وعندنا الكواليتي الحلوه ونقدر. وعلى فكره في بعض المباريات شفنا الكلام ده وفي ماتشات المنتخب مصر على فكره بنشوف كواليتي حلوه واذاعه جيده. طب ليه ما تعملش على طول؟ ليه مش طول الدوري العام؟ ده دوري قوي، المفروض ان الدوري المصري ده دوري قوي ودوري محترم فيه انديه كبيره. يعني يا جماعه يكفي ان النادي الاهلي في الدوري المصري ونادي الزمالك في الدوري المصري وعندنا انديه شعبيه كبيره جدا في الدوري المصري. يعني عندنا دوري المفترض يبقى دوري حلو لا يكتمل الا ببقيه الحاجات الحلوه اللي حواليه. تصوير جيد واخراج جيد يعني النهارده مثلا اتفرج على الماتش الجول الاول بتاع بريستو، انا مش عارف مين جاب الجول اساسا. ايوه فجاه في الاعاده لقينا بريستو جاب الجول، شفناش الجول خالص، شفناش اخراج. يعني هل مع احترام مش عايزين يعني ندوس على الراجل المخرج في الحته دي، لكن انا فين المسؤوليه؟ فين المسؤوليه؟ هل الكلام ده لو مثلا لو ناس بتتفرج علينا في الدوريات العربيه والاوروبيه وتتفرج على لقطه زي دي، هل الكلام ده صح؟ كابتن عايز اقول لك انت حاجة. بتبقى كابتن معلش انا اسف، انت بتبقى الكره فيها شك زي بتاعت محمد الشناوي، الكره تطلع بره اوت وما بتجيبش العاده. ما فيش ما بتفرجش على العاده، ساعات ما بيبقاش في كم الكاميرات الموجوده، والله ما بتفرجش على العاده بجد، ساعات كم الكاميرات ما بيبقاش مكفي. يا جماعه يعني حاجه صعبه جدا الحقيقه، لازم يعني ايه يعني ارحمونا شويه ويعني واهتموا بالدوري المصري شويه. بس ده احنا كمان قالوا في حاجه ان احنا عايزين ننظم كاس العالم بعد كده قريب يعني 2030. انت محطوط في الخطه مع خد بالك انت يعني. كدوله تقدر يا كابتن، لكن انا بتكلم كمسؤول عن الحدث الرياضي في الدوري العام المصري. لحظه، انت 2019 كدوله نظمت اقوى كاس افريقيا اتعمل في تاريخ كاس افريقيا في ظروف صعبه جدا، في ظروف صعبه. واحد، انت كان عندك ملاعب جيده جدا. التصوير بقى، عشان بس اقول لك يا بلال ايه اللي بيحصل، عدد كاميرات التصوير طبعا بيتعاقد مع شركات يعني مثل الدوري السعودي، شركه اسبانيه بتشتغل بكاميراتها بكل حاجه. هنا انا عايز اقول لك حاجه، هنا التسويق في البدايه يعني خلينا نتكلم نحل معاهم كلجنه مثلا. اول حاجه لازم يعملوها ايه؟ لازم تسويق الدوري يتسوق كويس، عشان لما الدوري هيتسوق كويس المكافئات هتبقى كويسه، المصاريف هتبقى كويسه، هتعمل دوري جيد. لكن هي المشكله في ايه؟ المشكله انك انت في ممكن تبحث عن سبونسر اقوى لكن بتاخد الاقرب، ما اعرفش ليه يعني في حاجات يعني انا مش عارف لها سبب. الدوري المصري يستاهل انه يبقى بارقام اعلى من كده 3 4 مرات. طب ما دي مشكله الرابطه في التسويق يا كابتن. ايوه من هو انا معلش مع احترامي انا مش قادر اسوق الدوري بتاعي يعني لما انت كل ما نيجي نتكلم الدوري المصري الاعظم في المنطقه العربيه، اهلا وسهلا، الدوري المصري الاقوى في المنطقه، اهلا وسهلا. طب وبعدين كان وبعدين مش عارف اسوقه يا كابتن. كان الدوري المصري كان ليه؟ علشان السبونسر بتاعه الرقم اللي بياخده ما بقاش يناسب. طب اديك مثال، انت عارف ان الانديه بتصرف اكتر من دخل الدوري؟ ده في نادي والاثنين بيصرفوا اكتر من دخل الدوري. خلي بالك العمليه عمليه، لازم انك انت اللعبه كلها لازم بلال تعمل ايه فيها، لازم تراجعها من تاني. يعني انت بتتكلم على الملعب فعلا وعلى الاستوديو وعلى الاضاءه وعلى التصوير والحاجات دي. الجون اللي ما شفناهوش من بيرسيتاو، ما في كاميرات تانية بتسجل وبتعمل، وفي كاميرا ثالثه بتعمل ايه، وفي كاميرات الفار، وفي كاميرا انت عارف ان الفار زيه زي الكاميرات العاديه.
كره زي دي يعني كره زي دي ممكن ترجعوا لنا الكره دي تاني بعد اذنكم وبمناسبه الكلام اللي احنا بنتكلمه ممكن ترجعوا لنا الكره دي تاني. بقول لك يا ايمن يا كابتن انت عارف الجول اللي احنا بنجيبه او اي فرقه بتجيبه من اكتر الحاجات اللي بتتسوق في الميديا في العالم بره. ها بياخدوا بص يا كابتن الكره دي بياخدوا 6-7 اعلانات على الهدف اللي بيخش. بص الكره دي يا كابتن بص التصوير انا احكم عليها ايه دي الزاويه العكسيه انا احكم عليها ازاي دي مش هتجيبها الا ولا فيها ولا خلي بالك عايز اقول لك ولا فيها اعاده كام كاميرا بتصور المباراه النهارده ولا اعرف هنعرف هقول لك يعني كده ممكن يبقى 12 كاميرا 11 كاميرا لا 6 بالكتير يا ريت كاميرا 6 يا عادل في ماتشات اي كره ثانيه يا كابتن عادل ب 32 كاميرا 6 دي 6 قول لي انا بقى ايه دي انا مش شايف حاجه اصلا يا ريت تجيبوا لنا كمان كمل وجيبوا لنا لقطه الجول ده احنا ما شفناش الجول يعني حاجه يعني حاجه غريبه جدا ده الجول ده لا دي كره عبد القادر متهيألي دي كره عبد القادر اهو الجول اوف سايد اوف سايد اوف سايد اوف سايد كره عبد القادر اوف سايد عامة يعني عامة نرجع مرجوعنا للتسويق نفسه أي. انت لو بتاخد ارقام كويسة الا يحصل هتسوق كويس هتعمل هتجيب خامات كويسة اول حاجة خلاص ما فيش حد بيعتمد على التصوير الداخلي هو ده الكرة دي اللي احنا شفناها مرة واحدة خطفة يعني هي شفناها كده ما بقاش عارفين حتى الراجل لما جابها بسرعة من المرمى احنا قلنا افتكرنا اوفسايد ولا افتكرنا فيها ايه احنا مش عارفين حاجه الراجل بياخد الكره وبيرجع تاني يعني ده جزء من التصوير اهو ده مش التصوير وبس ده مش تصوير انت ما فيش في شكل فين بقى حتى الفرحه ما فيش فين التصوير بقى بالبطيء والاعاده اللي مش عارف ايه ومن الاتجاهات اللعيب ثلاث اربع مرات ورا الجول ومن قدام فين يا جماعه الكلام ده يا جماعه من هنا بقى يا جماعه فين دي جت لنا بعد الجول يعني احنا فوجئنا ان الكره في الجول حتى بص يا كابتن ده حتى كمان من هنا التيشيرت يعني برتساو مش باين اساسا طب ما عنده اهو بص يا بلال عنده من الكاميرا خلفيه اهي فهمتني شفت الكره دي جايه منين طب ما جابش ليه ضربه الجزاء بتاعه برتساو ده من الكاميرا دي ليه ما عرضهاش وليه ما جابهاش خلينا نتكلم في نقطه فنيه يا كابتن علاء اللي هو اتكلم عنها مستر كولر يعني مستر كولر قال لك احنا سيرنا الشوط الاولاني زي ما احنا عايزين وكانت السيطره كامله بالنسبه للنادي الاهلي والشوط الاول كله احنا في نص ملعب غزل المحل ما هو ده اتكلمناه ايمن وقلت لك ان الاهلي خلص المباراه في الشوط الاول ايوه بضغطه بانتشاره في الملعب كله في الشوط الاول والشوط الثاني انا ما اعرفش هو قال لهم ايه بس انا قلت لك ان هو حاول لك تاني لا يعني انا ما اعرفش هو قال لي انا بقول لك الكلام اللي انا قلت ان هو الشوط الثاني تقريبا لعيبه النادي الاهلي سيرت الشوط الثاني على حسب شكل المحله كان ايه يعني هو بيقول ان هو رجع لعيبه نص الملعب على اساس كان متخيل ان يبقى فيه هجوم المحله بس ما حصلش فخلاص هو بدا بس يعني عارف طول ما الكوره معاك ما فيش خطوره على المحله هو مش عايز يبذل مجهود زياده بس انا كنت اتمنى كانت المباراه دي وكنت ممكن على فكره تطلع 3-4 وكان في ايدك تعمل كده لكن هو زي ما بقول لك بدا كل حاجه بقت واضحه قدامه والتغييرات والتغييرات الهدف الثاني طبعا ده والتغييرات اللي عملها وكده لكن الاريحيه كلها او المباراه كلها خلصت في الشوط ده ايوه بعد الهدف ده كمان ان هدف تاني جه على طول وراه والشوط الثاني زي ما بقول لك تغييرات والوقت عدى ومفيش مشاكل بالنسبه له بالنسبه لفريق المحله يعني ما اعتقدش كان في خطوره لفريق المحله خالص غير الكره بتاعت الشناوي واتلحقت ومفيش اكتر من كده لكن يحسب لعيبه النادي الاهلي وكولر ان هم البدايه خلصت على كل امال فريق المحله البدايه كانت قويه جدا منتشر كويس قوي لعيبتك بتبذل اقصى جهد ما عندكش مشكله في نص الملعب عملها حلو احمد عبد الله طبعا زي ما بقول لك اتنين ضعاف جدا في قلب فريق المحله اذا كان معز حناوي ولا مصطفى العش ضعاف جدا وتقال وما فيش حتى رقابه يعني الهدف الاول بتاع بيرستاو الراجل لوحده خالص ما فيش رقابه اتحرك كويس قوي علي معلول عاملها طبعا بامتياز على لمسه واحده هدف هنا احمد استغل مهارته اتلعبت بالعرض هنا يحسب بقى الكثافه العداله موجوده مزبوط. يعني في ثلاثه بس اكلمك عنها في ثلاثه وصافي وراهم عدت من واحد والتاني وصافيو يعني بص بمنتهى السهوله ده الهدف خلينا ايوه بالظبط خلينا نكمل تاني ونشوف الزياده العاديه زي ما بيقول الكابتن علاء في تلت الملعب الاخير بالنسبه للاعيبه النادي الاهلي بيرسي تاو اتحرك واحد بيبص على الكوره معاز والعش وراه بطيء جدا خلاص يا دام بيرستاو اتحرك خد الخطوه خلاص بقى هو الاقرب للجول ويحسب لعلي ان الكوره لعبها بيرستاو قدامه صح اللي هي على في وشه عشان هو عارف هيبقى لمسه واحده عنده حريه الحركه
ده الهدف الاول، وطبعا تحرك ممتاز لبيرسي تاو، ويحسب له النهارده هو ما خرجش كتير بره ال 18. الهدف الثاني، الهدف الثاني مساحه فاضيه جدا، وكنا اتكلمنا كلنا في الاستوديو هنا كابتن شريف وعادل وبلال وانا، ان المساحات فريق المحله كانت موجوده الشوط الاول بيلعب مفتوح تماما مع النادي الاهلي. صح. واحد على واحد لعيبه النادي الاهلي 90% عادي وحصل. معاذ مهاره احمد عبد القادر، بص بقى حتى التحرك بتاع لعيبه النادي الاهلي، بص يا ايمن، واحد رايح على القريبه صح، وبيرسي تاو على النص، وصافيو سرق الناس دي كلها لوحده. كل لعيبه المحله وهم قليلين جدا، لعيبه المحله على فكره يعني انت الكثافه العاديه عندك تقريبا 4-4 ومفيش رقابه، 1-5 يعني 1-5 مفيش رقابه خالص يا عادل، وصافيو لوحده تماما. وفعلا عدت لصافيو، كملها بقى، كملها من فضلك، نكمل كملها. بص عدت لصافيو لوحده خالص هدف، فيحسب لك ان انت عندك كثافه من لعيبتك في ال 18 هم طبعا قليلين جدا في ال 18، ودي كانت هجمه مرتده، وعندك المساحات الشوط الاول موجوده زي ما انت عايز. وزي ما بقول لك دايما، واحد على واحد انت عندك المهاره والسرعه انك تعدي. احمد عبد القادر بص على اربعه، على اربعه يعني هنا الوقت، بص وقف هنا، وقف هنا، بص يا عادل اربعه زي ما بقول لك، اربعه على اربعه، ما انا بقول اربعه على اربعه وكلهم باصين على احمد عبد القادر. وعبد القادر عدى اوريدي، يعني عبد القادر هو عنده ثقه في نفسه ان هو هيعدي من معاذ، كملها بقى عادي جدا، اربعه على اربعه طبعا، دي ثلاثه على واحد، انا خلاص كده. بص الشكل كمان، يعني الشكل عدت من واحد والثاني وراحت لصافيو، يعني بص لحظه واحده استنى، 34 ده تاني تاني وكره مع احمد عبد القادر، وهشوف ثلاثه بالظبط. برافو عليك كابتن، يعني ليه ثلاثه على احمد عبد القادر؟ ده هو كفايه واحد، واحد بيحلق وخلاص هيعدي، بس هو عملها حلو قوي طبعا صراحه. يعني هو طبعا بص عبد القادر لما بيروح واحد لواحد هو عارف هيعدي امتى، عملها حلو قوي، ويحصل طبعا لصافيو التكمله ثلاثه في قلب 18 اعتقد هدف. ده في مشكله كمان في الكره دي، يعني انت بتتكلم على ثلاثه دي كانت رايحه لكريم فؤاد كان هيجيبها جون قبل عبد القادر يعدي منه، يعني بعد عبد القادر. وهو كمان الكابتن علاء اتكلم على الكثافه، كثافه نفسها عادي، وخلي بالك كمان بص برده يا كابتن على التنظيم، وانت عندك رؤيه وتحرك كبير. اول حاجه اول ما تلاقي فرقه مدافعين بيرجعوا بوشهم على الجون تعرف ان وقفتهم من البدايه غلط، ده رقم واحد. اقف هنا يا برجو، برجعوا اقف هنا كده. اول ما الكوره تيجي بالشكل ده، بص فيه ادي واحد اثنين ثلاثه اربعه، ادي الخمسه تمام، كله يبص على الكوره مش شايف اللي ورا، ادي الخمسه، خمسه على ايه؟ على لعيبه النادي الاهلي. بص انتشار لعيبه النادي الاهلي، يعني دائما تقول للمدافعين لو حسيت، لو ما شفتش اللعيب حسه بايديك. ايوه، يبقى انت طالما مش حاسس اللعيب تبقى انت واقف غلط، ده رقم واحد. رقم اتنين، فين الجنب اللي انت واقف فيه؟ لازم تقف بجنبك شويه عشان الكره وهي جايه تعدل موقفك عشان تقطعها. الحاجه الثالثه، الانتشار واحد والتاني سبورت، ماشي. عبد القادر انت ما درستوش كويس، عبد القادر من احسن الناس اللي بيلعبوا الواحد ضد واحد في مصر في الوقت الحالي، يبقى انت ك فرقه محلات مش دارسه صح. مظبوط. الحاجه اللي تميز لعيبه النادي الاهلي بقى النهارده ايه؟ الانتشار ده. كنت لسه هقول لك عليه. يعني الانتشار لعيبه الاهلي جوه ال 18. كريم فؤاد راح على القريبه، بيرسي تاو بعديه، سافيو خد تابع من بعيد. انت فاهمني؟ جاي من تحتيهم لاعب اخر للنادي الاهلي جاي علشان لو الكره اتردت ممكن يشوط. يعني انت عامل انتشار جيد جدا، انتشار لعيبه المحله سيء جدا، ولكن دائما انت ممكن كنت تخش جواهم والموضوع ينتهي، وصافيو يروح معاهم والموضوع ينتهي، لكن انتشارك الجيد خلاك انت تجيب الهدف، والهدف ده بمثابه يعني عايز اقول لك اللي ممكن يهمد فرقه المحله. ايوه، ودي ما حصلتش مره واحده عادل. دي حصلت بتاع خمس ست مرات اكتر من مره الاولاني. الوقفه بتاعتهم دي يبدو في البدايه ان هي وقفه جيده الاولاني، ولكن يحسب لعيبه النادي الاهلي انتشار وتحرك. بص يا كابتن، مساحه المحله الجون الثاني، يعني احنا لو وقفنا، لا لا لا، ده جون تاني في 29، دي كره من الكور اللي يعني اللي احنا اتكررت نفس يعني. ايوه بالظبط، يعني اللي هو راح شاط جوه المرمى. انا ما يهمنيش الوقفه الصح، كمل اللعبه كمل قد ما يهمني انت هتنفذ ايه. ايوه، يعني انت هتقف كويس تمام انا موافقك، بس بعد ما تقف كويس
المفترض انت تنهي اللعبه كويس، لكن انت في البدايه فرقه المحله بتقف كويس وبعدين بتتفرج على اللعبه نفسها. يعني هنا مثلا في ضغط على مجموعه قد ايه؟ ادي 1 2 3 4 في خمسه بره اللعب، سته بره لعب المحله. انت لو في النادي الاهلي في اللحظه دي غيرت وحضرت للناحيه الثانيه يبقى اتضرب منهم حوالي 7 لعيبه. انت فاهمني؟ يعني حتى وهم عندهم الكثافه اللي بيحصل الكثافه ما بيشتغل. يعني لو سافيو اخر واحد ده سافيو، لو او كريم فؤاد اتعملت له بدري خلصت. أيوة. جول. بس خلي بالك كل تفكير لعيبه النادي الاهلي في اللعب لقدام والانتشار العكسي. ايوه يعني انت بتتكلم على انك بتتابع، بس انا اتمنى ان تكمل في ايه؟ تكمل في حته النقله العكسيه اللي هي المنطقه العاميه اللي بنتكلم أيوة. عليها دائما في كره القدم. بص برضه هنا سافيو اصعب حاجه في نص ملعب محله لوحده، مفيش رقاب. بص المساحه قد ايه؟ بص انا بقول لك وقفه المحله وقفه جيده، لكن كوقفه ولكن تنفيذ خاطئ. يعني انت واقف لكن مش متابع. انت تقف ما تبصش للكوره. الجيم في الوقت الحالي في كره القدم بقى بيتلعب في مساحات. انت شايف كاس العالم لازم يبقى في يقظه، لانه في الثانيه الوحيده يعني في قضيه عايز يعني اتكلم فيها دايما وظاهره. ليه انت بتلعب في مساحات كبيره هنا في الدوري المصري في المقابل الدوري كاس العالم مثلا؟ معلش انا مش هتكلم عن اللعبه دي لحظه واحده بس ثبتها بس برجاوي. بس انا عايز اكلمك ايه، ثبت كده يا برجاوي شويه يعني عايز شاطر. لا انا عايز اكلمك في نقطه لحظه بس عايز اكلمك في نقطة مهمة. اتفضل. ليه في كأس العالم دائما أكثر من 20 أو 15 فاول بيبقى دوس على الرجل؟ بتشوف الظاهرة الجديدة دي؟ رقابة. اللعيبة بتدوس على رجلين بعض، عارف ليه؟ علشان المساحة الصغيرة اللي بيلعبوا فيها. واحد، التجهيز الجيد قوي بتاع اللعيبة بدنيا. اتنين، ولكن الأكثر المساحة الصغيرة اللي بيحصل الانقداد. فتلاقي واحد عدى كده وواحد انقض على رجله على انكر رجله اكتر في كل جيم. شوف اكتر من 12 13 15 مره واتفرج عليها. وانا بقول لك احصائيه انا يعني انا دارسها كويس. فلما انت تيجي في الدوري المصري مثلا انت واقف واقفه صح لكن ما بتنفذهاش بعد ما بتقفها. يعني البدايه صح لكن لما تيجي تنفذها بتلاقي المساحات توسع وتكبر. حتى كمان اللاعب الخصم اللي عليك يعني لعيبه النادي الاهلي لما النهارده رفعوا عينيهم مثلا صافيو الجون الثاني لما رفع عينيه وانسحب بره وبعد بره ما فيش لعيب تبعه من لعيبه المحله. ليه؟ لانهم كله باصص على الكوره وكله باصص على اللي معاه الكوره. لو الكوره مع واحد هنا وال11 لعيبه الناحيه الثانيه هيتفرجوا على الكوره. هو ده الحس اللي هو التكتيكي بتاع الفرق الكبيره. يعني لما النادي الاهلي يعمل عكس اللي بيعمله المحله يبقى تكتيك النادي الاهلي اللي نجح وليس صح. والمحله لما بيخطا مظبوط ولا اخطا صح. يبقى كابتن بلال ده سبب تفوق مستر كولر النهارده على بابا فاسيليو. مستر كولر قرا فرقه محله كويس ولذلك هو قال حاجه، قال لك انا الشوط الثاني انا اللي قلت للعيبه تلعب في نص ملعب او تلعب تلتين ملعب. بالرغم ان هو كسبان 2-0 غير الاسلوب الشوط الثاني. فرقه المحله خسرانه 2-0 الشوط الاولاني بتلعب بنفس الاسلوب حتى بعد ما استقبلت الجول الثاني فتح الملعب خالص. الشوط الثاني عشان تعوض بتلعب بنفس الاسلوب. كان ممكن لعيبه النادي الاهلي تزود ولكن اسلوب اللعب الشوط الثاني اختلف عن اسلوب اللعب الشوط الاول زي ما قال مستر كولر. ما ده اللي اتكلمنا عليها كابتن ايمن ما بين الشوطين. قلنا هل ممكن المحله يغير من ادائه ولا هيكمل؟ قلنا هيكمل بس واضح ان هو ما قراش فرقه النادي الاهلي كويس. بص يا كابتن شوف مش كل طرق اللعب تتماشى مع كل الفرق. مظبوط. يعني انا النهارده خد بالك فرقه كبيره او صغيره كمان سواء اذا كنت انت فرقه كبيره او فرقه صغيره
يعني مش كل طرق اللعب بتمشي مع كل في كل الماتشات اللي انت بتلعبها. يعني النهارده مثلا نادي المحله، مع احترامنا الكامل نادي المحله، لعب بالطرق دي مع فرق وقدر انه يكسب ويتعادل، يكسب ثلاث ماتشات ويتعادل ماتش. تمام، هل الخطه دي او التاكتكس ده او طريقه او الميشنز اللي بيديها للعيبه دي هل تتناسب مع قدرات الاهلي وامكانياته؟ ما تتناسبش. واضح لا طبعا، على الاطلاق طبعا. فرقه الاهلي بتضغط من قدام، تمام، وخد بالك من قدام دي حط تحتيها يعني خمس ست خطوط، عندهم المهارات، عندهم سرعه، تمام. فبالتالي انت عندك مشكله كبيره جدا في حاله فقدان الكره كغزل المحل. صح. فكون ان انت تحضر بالشكل ده، انك تفتح الملعب اثنين سنتر باكس يفتحوا الملعب بشكل ويسيبوا مساحات في قلب الملعب، اكتر من ثلاث اربع فرص حقيقيه للاهلي كان ممكن تتسجل هدف. فبالتالي اذا غزل المحله او فاسيليو تعامل مع المباراه تكتيكيا من وجهه نظر خاطئه جدا 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 قدام النادي الاهلي، لان يعني هو لو ارى الخصم كويس صح تمام ما كانش هيلعب بالطريقه دي. لكن في مدربين يا كابتن المكاسب بتبقى وهم بالنسبه له. يعني تهيئ له انك انت طالما كسبت كده يبقى مع كل الفرقه تلعب بالشكل ده. لا، مش مع كل الفرق. انا ما ينفعش اجي العب مع البرازيل جيم مفتوح ده البرازيل. ايوه فاهم قصدي. لكن انفع العب ما اروح العب مع مثلا مع غانا ونيجيريا جيم مفتوح، العب جيم مفتوح الدنيا رايحه جايه. تمام. ليه؟ القدرات والامكانيات مختلفه. ما هي كره القدم عباره عن قدرات وامكانيات، كواليتي لعب. تمام. هو ليه ميسي احسنين في العالم وكريستيانو؟ عشان امكانياتهم وقدراتهم تفوق الباقي، كل الناس اعلى من كل الناس. ليه هم الارقام العاليه جدا في كل حاجه؟ عشان الامكانيات والقدرات اعلى من اي حاجه. صح. تمام. فبالتالي انت مش كل الخطط، مش الخطه اللي بتلعب بيها دي تتناسب مع كل الفرق اللي بتلعب قصادها. أيوه. فالنهارده فاسيليو تعامل مع الاهلي تكتيكيا بشكل خاطئ جدا. على العكس كولر اجاب، على العكس مزبوط. كولر النهارده مش في كل الماتشات بيضغط من قدام. صح. خد بالك عشان قاري فرقه المحل. ليه؟ بالزبط. عشان عارف ان فرقه المحل بيحضروا من تحت وعندهم مساحات، لو ضغطت واستخلصت الكره تقدر تعمل بسرعه هجمه مرتده سريعه فبتدي تسجل هدف. وده اللي عمله النهارده كولر مع غزل المحل، قادر ان هو يخلي لعيبه الاهلي تضغط من بدايه الماتش. تمام. يعني قدروا يغلطوا لعيبه غزل المحل في اوقات كتيره جدا 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 جدا. صح. وبالتالي اتيحت فرص كتيره للنادي الاهلي ان هو يسجل هدف، في فرص يعني سجلها وفي فرص لم يسجلها. يعني الهجمه الشوط الجول الثاني دي هجمه مرتده. يعني اتقطعت واحد علي معلول لعبها طوليه على طول. تمام. اتلعبت رقص وراوغ وبشكل جيد جدا 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 جدا، واتلعبت بالعرض في بوزيشن جيد جدا جدا بالنسبه لسافي، واتحطت كويس جدا. عبد الله طبعا رقص بشكل كويس قوي واتلعبت بالعرض، كان ممكن تتسجل قبل ما تروح لسافيو. ده الجول الثاني. انا عايزك تجيب الجول الاول عشان نشوف عدد لمسات لعيبه النادي الاهلي لحد ما وصل انه يجيب جول بيرسي تاو. بعد الجول ده ماشي. بص يا كابتن. أيوة. السرعه خد بالك، انت خدت كام باص؟ مظبوط. علي معلول مظبوط اتلعبت علي معلول، اتلعبت هتطول عبد القادر، عبد القادر رقص وسافيو جول. ثلاث لمسات. يا ريت تجيبوا لنا الجول الاولاني كمان. فيها مهاره، فيها استخلاص. أيوة. وسرعه في التحول ومهاره وتسجيل هدف. صح. تمام. فانت أيوة. عملت تقريبا كل حاجه في الكوره في الحته دي. ايوه كابتن. تمام. فالنهارده لا كولر تعامل مع المباراه بشكل رائع جدا، لانه قرى فرقه المحله بشكل كويس. من بدايتها الجول الاولاني دي كانت كره مقطوعه، كره كانت معانا اتلعبت لعلي معلول يا كابتن. بلال ناحيه الشمال علي معلول، يعني ثالث لمسه جول. هو الجولين كده ثلاثه. فواضح ان ده يعني حاجه الفرقه متدربين عليها او تعليمات اخذتها اللعيبه، ان وقت ما تقطع هتلاقي مشاكل كتيره جدا عند المحله في البوزيشنز. تمام. فاشتغل على الحته دي. هو قرا فرقه محله كويس قوي. طبيعي. بص خد بالك طبيعه لعب الاهلي ايه؟ مش الهجمه المرتده او مش الهجمه السريعه. طبيعه لعبك ايه؟ انك بتمسك وتستحوذ وتطلع على الجنب وتروح فاهم قصدي؟ تاخد وقت كتير جدا. أيوه. وتروح على الجول. انما النهارده انت الجول الاول قطعت علي معلول كروس جول. صح. ده مش طبيعي خد بالك. صح. لو في ادائك الطبيعي بيرستو مش هيبقى لوحده كده بالطريقه دي، لكن عشان انت اشتغلت بسرعه تمام عملت هجمه سريعه فبقى بيرسي تاو اتحرك بشكل سريع فبقى لوحده فتلعبت الكوره جول. الجول الثاني نفس الموضوع اتقطعت علي معلول طوليه لعبد القادر، عبد القادر رقص واحد اثنين ثلاثه اتراحت لسافيو
سجلت هدف واكتر من كوره يعني حتى الكوره دي لا دي اتخطفت هي لو بس السوليه سن بالزبط. يعني هو راح اتقن فيها شويه يروح هو كمان خد بالك انت بس مش هروح بس ده بص يا كابتن 3 على 2 4 على 2 او 4 على 3 لعيبه النادي 4 على 3 لعيبه النادي الاهلي فهتسجل هو ده الضغط يا كابتن لو بس لو هو واقف يا كابتن كان راح بيها او راح بيها كان راح بيها السوليه كنت تبقى 4 على 3 خلي بالك السوليه لو راح بيها انفراد برضه بس اللعيب كان هيجيبه لكن هو لو ده لا السوليه كان ممكن يحطه في ظهره كويس فالنهارده انت كمدير فني مهم جدا انك تقرا الخصم اللي قدامك صح بيشتغل ازاي صح وتعرف انت فين نقاط الضعف عشان تشتغل عليها مزبوط. خد بالك خاصه الفرق الكبيره ليه لان انت خد بالك الفرق الكبيره او المدربين الكبار كابتن مدربين الانديه الكبيره بتشتغل على ايه بتشتغل على ثغره تقدر تسجل منها هدف لان انا النهارده لما العب والنهارده الثغره قدام المحله ايه انك في حاله انك انت الكاونتر اتاك هو ده الشغل اللي انت تقدر تلعب عليه يعني دي واحده كده تسلل معرفش يعني دي يا كابتن مثلا ايوه هاتها تاني برده من اولها اوفسايد اوفسايد دي مش شفناهاش القعده بتاعتها هاتها لنا تاني برده ماشي اجيبها ما هجيبها تاني مفيش لا لا احنا نجيبها تاني احنا نجيبها طيب هاتها يا كابتن ادي مساحه زي ما بتقول فاضيه في ست لعيبه من لعيبه المحله بره تمام 2 4 6 ضربوا كلهم والنادي الاهلي برده بيوصل لقدام دايما الانطلاقات لقدام واللعب والتمرير لقدام كمل فيها ولا ما فيهاش يا كابتن دي فيها حصل يعني ها بسيطه بس مش باينه في ولا في فار مش باين حاجه خالص مش باينه حاجه خالص مش باين تمام يعني هي لحسن الحظ طبعا ان هي ما جاتش جول عشان خاطر بس دي اللي صنعت الفوارق بين مستر كولر السرعه السرعه يا كابتن وقرايه الفريق طبعا انت بتقرا بتستغل انت كلاعب انت كلاعيبه كمان بتنفذ الكلام ده في الملعب وده امر مهم صحيح. جدا 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 ما انا ممكن انا ممكن كمدير فني اقول يا جماعه لما نضغط نلعب بسرعه ونتحول طب هل اللعيب ممكن ينفذ النهارده برضو شابو لعيبه النادي الاهلي قدروا ينفذوا بشكل كويس جدا طبعا طيب كابتن شريف لو اتكلمنا بقى عن التغييرات التغيير الاول قفشه مكان سافيو في الدقيقه 67 تغيير منطقي تغيير منطقي جدا قفشه حكايه ثانيه قفشه ده مكانه الكره دي كان لازم فيها سرعه شويه من لا عشان ما بصش برونو سافيو ما شافش بالظبط بس كان لازم حد يكلمه هو ما كانش واخد باله هو لا هو واقف بظهره هو لو مدي جنبه لو مهيئ نفسه على لمسه واحده للجول عادل الشوط الاولاني خد واحده زي دي برده وكان عنده فكر ان هو يصوب في الجول كويس وهنا برده التاخر بيرسم شكل الجول فين الوقفه يا كابتن بص بص الباصه فين ده الطبيعي ان بطن رجله لسافيو يحطها سهله جدا مره واحده في الجول السنه دي جولين زي دول هو طلب الكوره يا استاذ طالب الكوره يبقى انا قاعد نفسي ايوه بص الحركه دي ايوه واحد بيطلب الكوره يبقى انا لسه هوقف وهو اللي غلطان طبعا هي اتلعبت له حلوه قوي هو طلبها يا كابتن شريف انت طلبت الكوره يبقى انت محضر نفسك على لمسه واحده كان لازم يروح لها ويلعبها بص ادم انت ده قال عليا يروح نص سنتي انت شايف نفسك فاضي وطلبت الكره يبقى انت الكره في خلال المسافه دي انت محضر نفسك لكن هو فضل مستني وعاس لسه في وقت هيوقف كده لكن هي وهي جايه في نص المسافه انا هقعد الجسم ولا مش لها ممكن هو عنده بص كل الحلول متاحه زي ما كان عادي بيقولوا كابتن شريف الا الحل ده ايوه ان اوقف الكوره وابدا اعملها هتاخد وقت اكيد حاجتين يا كابتن علاء المهاجم او اي لعيب في الملعب اول حاجه لازم انت باصص مكانك فين يشوف ماشي وطلبت الكوره يا عادل يبقى انت ايه يبقى انت لازم بس كده خلاص الوقفه جول ايوه طبعا انا بقول لك العدله جول ادام طلبت كده الكوره خلاص دي من الكور اللي احنا كنا دايما بنطالب النتيجه قليله ايوه لانك بتروح سهل جدا أي. والرؤيه سهله عندك جدا فالتغييرات اللي انت بتتكلم عنها قفشه مكان سافيو في الدقيقه 67 زاد الاداء والايقاع اسرع وزادت الضغط خدت بالك بالفاعليه انك انت بتروح للجون اسهل ايوه والباص السليم كتر ايوه ما بقاش عندك كور بتتقطع كتيره يمكن واحده من كل ست سبع كور فهنا التغييرات اللي هو بيحس بيها كمدير فني بره ان خلاص بيرستاو زي ما كان قال في المؤتمر الصحفي انا شايفه وراجع من اصابه وطمنت عليه ان هو بيقدر يلعب في المكان ده او في اي مكان خد فكره شامله عنه عنده حسين الشحات كان بقاله فتره مش موجود لازم يخش ولازم يبقى موجود مع الفريق وده لعيب كان اساسي مش لعيب تحت الطلب يعني زي ما انا قلت لك قبل كده
الاصابات اللي بتحصل في الفرقه بتضطر ان هو لازم يتعرف على الناس كلها. أي. فلازم يبقى عنده تغييرات، لازم يرجع ثقه لمحمد شريف في التحركات. محمد شريف ده في وقت من الاوقات كان هداف الدوري وهداف الفريق ده. مظبوط. ومن الحته دي. أي. فلازم دايما بيدي محمد شريف ان هو يدور على نفسه. يدور على الثقة اللي هي مش موجودة عنده. شادي حسين كان بيلعب في فرقته أساسي والكلام ده، ما بيجي يقعد إنما في النادي الأهلي. كويس قوي يا شادي إنك هتخش نص ساعة تلت ساعة تجيب لي جونين. أيوه. لازم يبقى عندك الفكر ده يا شادي. فالراجل بيبحث عن الإنتاج ده. فعشان كده هي دي التغييرات اللي أنت سألتني عنها. وبقيت الخطوط كلها الحقيقة كانت واقفة على رجليها عادي جدا وبسهولة جدا. ليه يا كابتن أيمن؟ لأن الباص كان سليم. لأن التركيز كان عالي. ما كانش فيه سرعه متسربعه، الراجل بيجي له الكوره مش عارف يعمل ايه، لا كان عنده اللعيبه بتتحرك له واحد واثنين وثلاثه. ايوه. وكان زي ما اتفقنا كلنا النادي المحله برده ما كانش عامل عليك ضغط وعايز فاتح الجيم وبيلعب جيم مفتوح، عايز ياخد الكاونتر اتاك منك انت ويعمل هو السرعات بتاعته، ما كانش موجوده لثبات دفاعات الاهلي ونص ملعبه، اللي احنا دايما بنراهن على نص الملعب هو اساس الفريق كله والروح كلها اللي بتبقى موجوده. النهارده كان الاهلي عنده حاجات متميزه كتيره جدا تسمح بالتغييرات كمان. أي. ان اللي يخش واللي يطلع، اللي طالع واخد تحيته وجاب جول وكان ممكن يجيب جول اثنين والنتيجه تسمح، وجودك في الملعب كله زي بعض وكله شبه بعض. أي. واللعيب اللي نازل كمان نفسيا مستريح. مش على ضغط انا متاخر. أي. يعني كان لازم يبقى فيه اداء اكتر من كده، والبحث دايما اللي الكباتن بيقولوا عليه عن الذات جوه الملعب في التايم اللي انا بلعب فيه. صحيح. طيب بمناسبة التايم اللي اتكلم عنه الكابتن شريف وكابتن عادل برضو اتكلم على جزء نفسي كابتن علاء، وجزء مهم جدا في تعامل اللعيب حتى لو ما بياخدش فرصة لعب كتير، يعني تغيير حسين الشحات او تغيير كريم فؤاد بحسين الشحات في الدقيقة 83 وقت ضيق، وقت قليل، بس هو مش بيحسبها كده كولر. هو بيحسبها ان اللعيب يعني موجود في الملعب، حط رجله في الملعب حتى لو خمس دقايق، لكن هو اللي هو لا انا مش. بس انت كلاعب ممكن تتاثر وتزعل شويه، لو انا عقليتي تعبانه هتاثر، انما لو انا راجل بروفيشنال وبفكر صح مش مشكله عندي. اما ابدا خمس دقايق يبقى انا حطيت رجلي في الملعب تانية، بحسين موجود في الملعب، لكن هتستنى الفرصه اللي تيجي مثلا اكتر من كده شوط مثلا، بس تستنى فرصه يبقى انت عارف محضر نفسك ازاي. هي كره القدم كده يا ايمن، محتاجه كل تتعامل معاها في كل الاوقات، الاوقات الحلوه والاوقات الوحشه، اوقات الاحتياط، اوقات تبقى انت هداف الفريق، اوقات تبقى نجم الفريق. ذكاء اللعيب والحرفيه في التفكير، التعامل مع هو ده. هو ده صح. احنا دايما بنقول الناس بره بتتعامل بحرفيه واحترافيه، ليه؟ لان هو حياته، انت عندك حياه ثانيه غير كده. مفيش لعيب بيبقى ما بيمرش بالاوقات دي، بس هو ذكاء اللعيب التعامل مع الاوقات دي. مظبوط. مفيش لعيب في العالم بيحب يلعب خمس دقايق ولا 10 دقايق، في الدنيا كلها اكيد بيبقى لازم متعصب. كلنا كده، وسالتني اقول لك لا انا متضايق، لكن انت متضايق ما تاخدش خطوه لورا، يعني ما ترجعش بيك، لا متضايق بس انا مستني، انا عايز اقول انا موجود، خصوصا انت كنت لعيب اساسي وموجود على طول فريق النادي الاهلي، لكن الظروف زي كده مش مشكله، اختلاف وجهات مدرب، جات لك اصابه فبعدت شويه فمحتاج ترجع تاني، انت دي بينك وبين نفسك، انت جواك عايز ايه؟ هل انت عايز تكتفي بكده وخلاص؟ انت اللي هتبقى خسران، لان في لعيبه كتير قوي موجوده كله عايز يلعب، لكن انت عايز ترجع تاني تبقى لعيب رقم واحد في النادي الاهلي، حاجه بتاعتك، طول ما انت سليم حتى لو نزلت وقت قليل، حتى وقت قليل خمس دقايق، هتجيب نص ساعه، هتجيب شوط، يبقى انا حطيت رجلي تاني. كريم فؤاد كان بره الصوره خالص يا ايمن، الوقت الراجل بيدور ازاي موجود اساسي، هي دي كره القدم. طب خليني اسالك سؤال بمناسبه ان كريم فؤاد كان بره الصوره. اتفضل. احنا كان لينا تعليق قبل الماتش على عدم وجود راس حربه صفه رئيسيه. كويس. ماتش النهارده اثبت صحه وجهه نظر مستر كولر. الماتش اللي جاي مع الاتحاد السكندري كمان اربع ايام او خمس ايام هيبتدي بنفس اللعيب. اكيد. اكيد طبعا، مفيش تغييرات. كولر من نوعيه المدربين ما بيغيرش، خصوصا انه كسبان والاداء مخنع. أيوة. خصوصا بيرسي تاو اللي راهن عليه النهارده. أيوة. احرز هدف. ما هو بالظبط في الاخر اما باجي احاسب المهاجم، وحضراتكم كلهم ما شاء الله مهاجمين، هحاسبك على الاهداف، ايجابياتك. مظبوط. اهدافك. مظبوط. ما انت لعبت ازاي، اتحركت ازاي، في الاخر انا جايب جول النهارده ولعبت
زي ما طلبت مني نشوف بيرسي تاو النهارده. برافو. اتحداكم لو طلع بره الصندوق. صحيح. استحال. كنت لسه هكلمك فيه والله. لان هو واضح ان الطلب منه كده. الطلب منه انك تبقى 9-9. لان الطرف ده احمد عبد القادر موجود والجانب الاخر كريم. ولا كريم بيحب يخش لجوه ولا احمد عبد القادر بيحبوا يلعبوا على الخطوط. صحيح. يمكن الفتره دخل فيها كريم جوه لما عبد القادر وصل للجول بتاع صافيو وصل. أي. بقى راس حربه تاني. أي. عشان كده هو ادى بيرسي تاو النهارده فرصه. هو النهارده مش ضرب يعني بيقولوا ايه ضرب يعني ثلاث عصافير بحجر واحد. مظبوط. بيرسي تاو رهن عليه راس مهاجم احرز هدف. صح. هيبقى في مشكله ونار عند. أي. حسام في عند شادي شريف. عند محمد شريف. لان الراجل اللي كان بعيد عن راس الحربه لعب النهارده واحرز هدف. فات المنافسه اللي هو انا عايز يعني النهارده انا متاكد شادي وراجع النهارده من المحله في الباص كان نفسه كان يجيب الكره اللي عملها محمد دماغه. مجدي. أيوة. لانه هدف سهل جميل لو جاب طبعا. الهدف ده بالنسبه له يعني يا ريت يجيبها. أوه. هو بالنسبه له كان هيبقى لو جبت اللعبه دي اهي. بص يا كابتن ماشي كملها بقى كملها طبعا كالعاده المساحات موجوده ما كان عاد بيتكلم كابتن شريف على فريق المحله مفتوحين تماما ما عندوش مشكله في واحد فاضي كمان. أيوة. كل المساحات موجوده في في, في نص ملعب نادي المحله. أيوة. والنادي الاهلي بيتحرك فيها بامتياز كلها لمسه واحده حاجه حلوه قوي طبعا المساحات موجوده اكرم حسين يعني كل واحد فيه اكثر من واحد اداها محمد مجدي النظره وهنا اللمسه اللي بيتكلم عليها كابتن شريف هنا هنا محمد مجدي دايما صح. بنتكلم خطوره محمد مجدي في ال 25 متر دول او ال 20 متر مزبوط. لمسه بمنتهى الاتقان لكن هنا كمل بقى كمل كمل شادي وهو رايح لازم كان خد القرار احسن من كده كملها كملها يا كابتن ممكن لا هي مش هنا الارض والناحيه الثانيه الزاويه الثانيه في الزاويه الثانيه يعني هدف برافو عليك شادي لما اتفرج على الكوره دي اللي هو كان نفسه يجيبها جول يبقى يقول مستر كولر لا انا موجود ولما باخد وقت وبلع في المكان اللي انا جاي عشانه بعرف احرز اهداف لكن هو النهارده المباراه فيها حاجات حلوه كتير صحيح الحلو كمان المنافسه اللي عملها ما بين ارقام تسعه مزبوط. اللي هو لسه ما كانش مقرر على حد فيهم لكن مباراه الاتحاد ان شاء الله بيرسي تاول هيبدا ده اكيد هو بالطريقه دي عمل منافسه حلوه قوي منافسه حلوه قوي اللي بيتكلم عليها ده عادل واحد دايما بيتكلم عليها انت عندك ثلاثه بيلعبوا في نفس المكان مش لاقي حد اساسا يبقى صحيح. نمره واحد فخلاص اتفضل لقيت واحد رقم واحد فقرر يجيب واحد من حته ثانيه من حته ثانيه بس عنده نجح عنده هو نجح فيها بس مش في كل نجح فيها الماتش ده عشان مفتوح هو شطاره بيرسي تاول بقى يا احمد بيرسي تاول قرر مش كولر بس خد بالك يا كابتن عادل برضو الماتش ده مفتوح فيسمح لبيرسي تاو انه يشتغل حلو زي ما عمل كده ايوه بالك يسمح لعبد القادر يروح يشتغل يسمح لاي فرويد يلعب النهارده في النهارده بالذات هيعرف يشتغل لو الجيم مقفول قوي لا دي على حسب بقى امكانيات وقدرات شطارتك ومهارتك على حسب امكانيات وقدراتك انت شطارتك ومهارتك وامكانياتك بالظبط كده فرصه جات لك عرفت هدف تلعب تاني لازم تبقى احسن من النهارده اكيد بس انت عارف دي مشكله كبيره كابتن علاء ان الراجل يبتدي يدور بره الصندوق يعني تدي بره المعتاد أيوة. مشكله كبيره صح. ان انا النهارده انا مدير فني بدور بره المعهود عشان مفيش حد او المنطق مفيش بس خلي بالك تسعة مقصب له ايوه طبعا ايوه طبعا تحسب يعني فاهم طبعا تحسب لا دي حاجه هو المدير على رصات الحربه اللي موجود لا أيوة تحسب 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 برضه المدير هو المدير الفني مش بتقول كده المدير الفني مش بيجروح قاعد كده ورقه وقلم ويعمل تشكيل لا 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 هو بيفكر عادل ليه بيفكر هو في نقطه مهمه انا ما يهمنيش المدرب يفكر في ايه انا يهمني انا اللعيب لايف انا قلت لك ايه يعني دلوقتي انا هسال سؤال احلى حاجه للمدرب ان اللعيب يطلعه غلطان غلطان مظبوط كل المدربين في الدنيا يقول لك طلعني غلطان صحيح حتى لو اديتك 3 دقايق احرجني بلغه الكوره احرجني ما انت لما تنزل تحرج يعني لسه كابتن علاء كان بيتكلم على شادي حسين لو جاب الجون ده ها كان ايه اللي حصل كان ممكن يفكر فيه هو بيرستاو في المباراه الجايه لكن ال- ال- الحيره اللذيذه عند المدرب انك انت تسرعوا بعض على المكان بالزبط. ودي المنافسه الشريفه المنافسه الشريفه فعلا اللي هي المصلحه الفريق اللي مصلحه يعني مثلا يعني مثلا حسين ينزل 5 دقايق لا يحسسني ان انا ما اقعدش ينزل شادي 20 دقيقه يجيب جون والتاني والتالت ويحسن لازم يموت نفسه اللي هو اللي هو ايه؟ اللي هو اجري وحسس المدرب بايجابيتك وما تبقى لعيب محترف لانه
انت عارف بتعمل ايه في نفسك وبتعمل ايه مع المدرب بتطلعه صح. يعني انا مثلا قلت النهارده بلال مش هيبدا المباراه تمام، هقعده جنبي. فبلال قرف مني وقال لي خلاص انا مش هنزل العب كويس، واديته نص ساعه. فبلال عشان زعلان نزل بقى وحش. طيب الناس هتقول ايه على بلال؟ هتقول بلال اللي وحش. أيوه. والمدرب الراجل صح. عنده حق. يبقى أيوه. الراجل عنده حق ان هو ايه ما يلعبوش. طيب لو قلنا رجل مباراه اليوم، انا ادي علي معلول عشان جاي من السفر. عشان جاي من السفر وجاي ماشي. لا انت رحت قابلته علشان لا علشان علي معلول راح جابه عشان علي معلول في الفرق في المباراه اللي زي دي كان لازم ياخد احتياطي ويلعب ويلعب فتره قليله، لكن لعب فتره كبيره. طيب كابتن بلال. والله يا كابتن يعني في يعني في لعيبه النهارده كويسه كتير، عايزين واحد يا كابتن بلال عشان نطلع فاصل ونساب الكابتن ناصر عباس. احنا عارفين في لعيبه كويسه كتير، عايزين واحد. لعيب واحد بس ماشي، عايز لعيب واحد بس. ايوه بعد اذنك اتفضل يا سيدي. علي عشان مسافر. علي عشان مسافر راح جابه من السفر النهارده. علي عشان يجيب لي. لا بس انا مع كابتن علي بصراحه. علي معلول يعني اسيست الهدف الاول وتسبب في الكي باس بتاع الهدف الثاني حقيقه. طيب كابتن شريف سألو. انا عن نفسي انا قلت ديانج. كابتن علاء ميهوب ديانج. كابتن شريف. انا الروح وعلي معلول. الروح وعلي معلول. يبقى كده يكسب الروح. اغلبيه علي معلول. ايوه ماشي اوكي دي وجهات نظر. انت مين يا كابتن ايمن؟ روح الفرقه كلها. انا همشي معاك يا عم علي معلول. خليك في الامان. خليك في الامان انت. اذا كابتننا الكبار قالوا ان علي معلول رجل مباراه اليوم. نروح لفاصل ونرجع نستقبل خبيرنا التحكيمي المتميز دايما كابتن ناصر عباس، انتظرونا. بنرحب بيكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين، وبنرحب بخبيرنا التحكيمي المتميز دايما كابتن ناصر عباس. كابتن ناصر اهلا وسهلا بيك، منورنا. تحياتي لك كابتن ايمن، تحياتي لكل مشاهدي قناه الاهلي، تحياتي للكباتن الكبار كابتن شفيع عبد المنعم، كابتن علاء ميهوب، كابتن علي ابو رحمان، كابتن بهاء. نورنا كابتن دايما. مبروك النادي يا كابتن على الاداء وعلى النتيجه، وهارد لك لنادي غزل المحله. كابتن ايمن قبل ما نتكلم في الحالات خلينا نتكلم في الظاهره بتاعه المباراه النهارده، وهي ظاهره الفار. واحنا بنتكلم على بروتوكول الفار بنفكر الناس يا كابتن بلال ايه الفار تاني، بنقول تاني بنفكر الفار بيتدخل في ايه؟ في الحالات الظاهره الواضحه الغائبه عن الحكم. مظبوط. تاني يا جماعه بنقول ان الفار النهارده معانا حالات كتيره جدا هنشوفها ونلاقي ان الفار تدخل غير مبرر. الحالات الظاهرة والواضحة والغائبة اعتقد النهارده الفار تدخل مش طبقا للبروتوكول، تدخل خاطئ في اكثر من حالة. صحيح. يعني انا عندي النهارده كابتن ايمن حالة الشناوي، حالة غريبة جدا. يعني النهارده لما الحكم يسمح باستمرار اللعب والحارس ينجح في لعب الكورة، نجح الشناوي لعب زق الكورة ونجح في لعب الكورة. صحيح. خلاص مفيش بقى فرصة محققة. مزبوط. الحكم النهارده الحلفي ادى مباراه كويسه جدا افاجئ الاقي النهارده المحمود حسين اللي على الفار بيستدعي الحكم عشان يقول له ان دي محتاجه كارت ممكن. طب هنجيب اللعبه ونشوف ركله جزاء واضحه جدا لاكرم النهارده. صح. واضحه جدا. الفار المفروض انك انت تجيبه في اللقطه، ما جبتش في اللقطه. مزبوط. انت جبت في لقطه الشناوي اللي مفيش فيها مخالفه. صح. عندنا لقطه ثانيه الدهس على الساق ودي واضحه جدا وما جابش فيها الحكم. حالات معانا كابتن بلال حالة وزي ما قلنا احنا بنقف مع الحكام، ولكن الفار لابد ان يكون في وقفه لحكام الفار. الحكام النهارده كان عندنا الحنفي حكم المباراه، سامي هلهل المساعد رقم واحد، احمد رشدي ده من الواد الجديد يا كابتن بلال. النهارده هايل النهارده احمد رشدي من الواد الجديد، عمل لقطتين حلوين جدا اللي هم الحالتين اللي لغى فيهم الهدف. وعندنا هشام الفلال حكم رابع، على الفار كان محمود بسوني اللي كان موجود وهو منوط بالحالات النهارده اللي كانت موجوده. الحاله الاولى نشوف الحاله الاولى معانا. هنا اكرم بيستخلص وبيعدي ونبص نلاقي هنا الدخول بتهور، انذار واضح جدا محمد قريب، وحتى اللاعب عنده قناعه بالانذار ما فيش اعتراض، وبالتالي هنا قرار صحيح من محمد الحنفي. هنشوف هنا اكرم معدي، وبعدين هنا التاكلينج بالرجلين يا كابتن شريف، بص برجل الشمال واليمين الاثنين واخدين، خليه يكملها كمان، انذار للتهور. بص يكملها بقى بعدين. بالظبط تمام، انذار للتهور وانذار صحيح في هذه الحاله. حاله ثانيه شوف هنا الراجل بيستخلص وبيروح، وهنلاقي اعتراض غريب جدا يا كابتن بلال. انا بس هستاذنك الاول هرجع بالحاله ديت
محول هو ادى الازار هنا ليه؟ نمشي بقى نمشي تمام ستوب. هو هنا الراجل ده لو عدى اللي لم ترتكب هذه المخالفه كابتن علاء كابتن عادل الراجل ده عنده فرصه واوبشن يروح يعمل دريبل يعدي يعمل باص الناحيه الثانيه. اذا هنا في تعطيل للهجوم الواحد يعني هنا انذار هنا الحنفي مديه للراجل دوت ارتكب مخالفه لتعطيل الهجوم الواحد وبالتالي هنا اشهر البطاقه الصفراء والقرار كان قرار صحيح. يعني لاعب نادي الاهلي النهارده لو مر هيبقى عنده فرصه يعدي من هنا او يعمل باص الناحيه الثانيه وبالتالي هنا طبقا للقانون الانذار كان صحيح. نشوف بقى المخالفه ونشوف المخالفه واضحه جدا 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 كمان. هنا اعتراض على الحنفي هو يعني على اساس ان هو يعني تاثير على الحكم في القرار ولكن هنا كان القرار صحيح بانذار اللاعب وبقول يعني مفيش فايده من الاعتراض يا جماعه لان الحكم خد القرار ومش هيقدر يرجع في قراره مره ثانيه. يلا خلينا نروح للحاله اللي بعد كده. شوف حاله بردك من الحالات المهمه ونشوف هنا بردك ان احتسب محمد وممكن قريب جدا 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 وده فاول بالمعيار هو المعيار اللي ادى فيه الحنفي البطاقتين. تعال نشوف المخالفه ديت بقى. نشوف المخالفه هنا. لاعب النادي الاهلي عدى تمام ونشوف هنا التهور موجود من لاعب المحله. نشوف المخالفه هنا الدهس موجود في الرجل وبعدين نزل على رجليه ممكن تسبب اصابه كبيره جدا لكن هنا الحنفي بقول له حنفي دي كانت تستوجب البطاقه ولكن انت احتسبت المخالفه وما اديتش البطاقه ودي لابد انك انت كنت تدي فيها البطاقه الصفراء. الحاله اللي بعد كده حاله من الحالات مهمه جدا. هرجع بس هقف تاني معلش سامحني ستوب نمشي شويه كمان. انا عاوز بس اشوف المساعد بس كابتن. هنا المساعد كابتن عمل ايه؟ رفع خلاص. بس يا كابتن هو رفعته كده غلط تمام توقيت الرفع غلط ولا هو توقيت الرفع مظبوط؟ برافو سؤال. انت عاوز تقول ان هو كان ممكن يسمح باستمرار اللعب يعمل الديلي وبعد كده يرفع. طيب هنجيب اللعبه دي كابتن احمد من الزاويه الجانبيه ونشوف هو متاكد وقفته صح تمام. ماشي مالهاش علاقه بالتاكد يا كابتن. تعالى لحظه اللمسه بس. هو سؤال لاحمد بلال جميل جدا. يلا تاني 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 ستوب بس. يلا انت رايك ايه؟ هي اوفسايد يا كابتن. واضحه مليار في الميه. دي من حالات يا كابتن بلال اللي هي مش محتاجه انك انت تعمل ديلي. ليه؟ هنا خط مضيه الجزاء هنا موضح كويس قوي. لا اللي انا اقصده يا كابتن هل البروتوكول بيقول لك لازم تستنى ولا ممكن يعني؟ طيب برافو. انا هستنى امتى؟ عارف امتى؟ لو في لاعب زميل اللاعب ده جاي من تحت ممكن استنى. اوكي ممكن استنى لان اللاعب دوت في موقف تسلل. هحاسبه امتى؟ لما يتداخل تمام. هو هنا اللاعب لوحده في الزميل جاي وهنا استلم خلاص. هو استلم ولعب وبالتالي انا كحكم مساعد اللعبه مش محتاجه ان انا اتدخل في مشاكل مالهاش علاقه تمام. والرايه طلعت هنا الحنفي اخر شويه. هقول لك اخر ليه. لو تفتكر لعبه جوميز لو تفتكر في ماتش النادي الاهلي لما المساعد رفع وهو جوميز مشى اللعب وحسب هدف هو يمكن الحنفي هنا قال لك ايه يمكن الرايه تطلع مش مظبوطه. لو انا صفرت النهارده وجه هدف هتبقى مشكله صحيح. فهو يمكن الحنفي مشى اللعب واخر الصفاره وبالتالي هنا كان القرار كان صحيح من الحكم المساعد. الحاله بعد كده حاله جميله جدا جدا. وشفت هنا بردك محمد هنا حتى اسلوب الدخول واضح جدا جدا التهور وهنا والتاكلينج موجود. ده الانذار مفيش فيه فصال يا محمد. هو رتمك يعني رتم محمد يمكن يعني بيخلي اللعبه يتواصل كتير ولكن هذا الاسلوب في اللعبه ديت كانت تستوجب البطاقه الصفراء. طبعا هو احتسب المخالفه فقط ولم يشهر البطاقه الصفراء. الحاله بعد كده الحاله اللي جايه وحاله مهمه جدا جدا. نشوف هنا من اول خالص هنا في مخالفه كابتن هنا اهي موجوده ولكن طبعا هنا اللعب مشي. مش هنحاسبك على الاخطاء الصغيره ديت ولكن خلينا نروح للحاله اللي بعد كده. خلينا نروح للحاله اللي بعد كده. يلا هنا الحاله دي مهمه جدا عند احمد رشدي المساعد رقم 2 وهنا هو سمح. هنا بقى بص يا كابتن بلال هو استنى هنا بقى
استنى وبعدين لما جه الهدف راح اشار ليه بقى استنى هنا اللعبه هنا صعبه قوي صعبه تعال نشوفها كده من الزاويه العكسيه ونشوف تعال نشوف كده لحظه استلام بص يا كابتن هنا بقى ايه صحيح فيها زي الاولانيه الاولانيه مثلا فرق فيها 3 يارد او 4 هنا الفرق بخطوه مظبوط هو طبق هنا البروتوكول ولكن هنا تسلل موجود وقرار صحيح من احمد رشدي الحكم المساعد رقم 2 كابتن بالخبرات كده اسالك سؤال بعد اذن حضرتك ايوه كده عدد الكاميرات النهارده قد ايه كاميرات النهارده كابتن ممكن تكون من 8 من 8 يعني 8 يعني هي في ماتشات بتلعب ب6 ولكن النهارده 8 نتيجه ان الكاميرات النهارده في ماتشات كتير النهارده كابتن ايمن بتتلعب خلي بالك النهارده كان في تقريبا 4 ماتشات ايوه ف 8 يعني ماشي بس اهم حاجه الايه الحالات لما تيجي في الفار تبقى جايه واضحه صح هنا قرار صحيح ليه احمد رشدي وبالتالي هنا هنا حتى كمان الفار هنا جاب الخط والقرار باحتساب التسلل كان قرار صحيح الحاله اللي بعد كده شوف هنا اكرم والمعيار واحد هو هنا ادى ل عبد المنعم ده عبد المنعم هنا طبعا هنا ده وقع غصب عنه بس هنا كابتن هنا وقع غصب عنه ده باهمال وهنا اللاعب كان رايح برضك تعطيه الهجوم واعد وهنا الانذار انذار مستحق ل عبد المنعم وبالتالي هنا المعيار كان معيار واحد في البطاقات بالنسبه لتعطيل الهجوم الواحد اللي بعد كده حاله من الحالات المهمه جدا وانا بقول تدخل غير مبرر من الفار نشوف يا كابتن بلال كابتن علاء كابتن شريف حضرتك بتستدعي الفار عشان تقول له ان هنا في بضاعه حمراء طيب تعال نشوف مين اللي لعب الكره يا كابتن نشوف يلا خلينا نمشي فريم فريم ماشي بس الشناوي لعب كوره هو يعني الشناوي بيتحسب على ايه؟ لاعب كوره ولا حارس مرمى؟ ما هو مش لعيب بره الصندوق لاعب يا كابتن هو لاعب هو بيلعب برجله لاعب بره الصندوق كابتن انا العبره هنا ايه؟ هو قاعد بيبعت له ليه يعني؟ عشان يا كابتن فيها طرد دي لو على الشناوي ليه فيها طرد؟ عشان اخر لعيب في الملعب هو بره اخر لعيب عادي لا لا بص يا كابتن بص يا كابتن ده اخر لعيب في الملعب تعالى هنا هنا ستوب ستوب طبعا يا كابتن هنا لو كان في مخالفه ده فيها جول لو كان في مخالفه من الشناوي مظبوط كان حاجه اسمها يعني منع فرصه محققه صح. لتسجيل الهدف تستدعي الكارت تستدعي طرد بتاع حمر طبعا مظبوط ولكن هنا الشناوي لعب الكره وما كان يجب عليك انك انت كبار تستدعي كمان وما عرفوش يحطوها في الجول بتستدعي ليه وبعدين حتى كمان الحنف ادى استمرار او ادى تحت فرصه مش فاهم يعني انت بتجيب الحكم بتعمل له مشكله من لا مشكله صحيح حكم ماشي كويس تتدخل في قرارات كده يعني غريبه هنا بص تاني هو هنشوف بص يا كابتن هنا يلا 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 اهو زق الكور خلاص صح الحاله بعد كده حاله يعني انت بتتدخل في حاجه غريبه جدا وهنا ما اتدخلتش ولا جاب حاجه محيراني بجد يا كابتن بجد غريبه جدا صحيح والفار ما جابوش غريبه جدا يعني الفار ما شافهاش شافها كل حاجه انا بتكلم على الفار كابتن ايوه فين فين الكاميرا اللي من ورا يا كابتن دي ولا الكاميرات اللي فين بص يا كابتن هنا الركبه في الركبه ركله الجزاء سهله جدا جدا يمكن الحنفي ما عندوش تفاصيلها ومعذور بس اللاينزمان ممكن يديه بص يا كابتن انا عندي الفار بقى خلاص يعني الفار ادق لان دي تفاصيل صغيره دي ركله جزاء لم تحتسب لاكرم نتيجه عدم تدخل الفار هنا النهارده المشكله كلها كابتن كانت الفار وزي ما قلت النتيجه احيانا بتبقى 2-0 مريحه الدنيا كلها صحيح. لكن ماذا لو طرد الشناوي لو جه جول النتيجه بقت 2-1 كهرب الماتش الدنيا كلها كانت مش هتبقى كويسه اتمنى ان شاء الله باذن الله ان الفار يتدخل طبقا للبروتوكول بس كابتن احمد ما يالفش من دماغه ويتدخل ويعمل مشكله للحكم مبروك للنادي الاهلي اتمنى التحكيم ان شاء الله في الفتره الجايه يكون افضل ونتمنى يكون في كاس العالم نستفيد من دروس حكام كاس العالم شكرا جزيلا كابتن ناصر امتعتنا كالعاده شكرك بانتهاء الفقره التحكيميه اعزائي المشاهدين بنصل لنهايه الاستوديو التحليلي لمباراه الاهلي وغزل المحله في الدوري العام المصري الممتاز لكره القدم والتي انتهت بفوز النادي الاهلي 2-0 وانفراده بالقمه عن جداره واستحقاق الف مبروك للنادي الاهلي وجماهيره العظيمه بالتوفيق المباراه القادمه ان شاء الله بشكر نجومنا الكبار اللي شرفوني النهارده كابتن شريف عبد المنعم الف شكر يا كابتن امتعتني
بشكرك كابتن ايمن والف مبروك، وبشكر الكباتن وبالتوفيق في كل مباراه ان شاء الله. الله يخليك كابتن عادل عبد الرحمن. شكرا يا كابتن، امتعتنا. مبروك يا كابتن على علامه التقله، دي حاجه مهمه. الحمد لله رب العالمين. كابتن علي مهوب شكرا يا كابتن. شكرا كابتن. العفو. كابتن احمد بلال امتعتنا يا كابتن. الله يخليك كابتن. الف مبروك يا الله يبارك فيك. وشكرا لكم ايضا اعزائي المشاهدين على حسن المتابعه، وعلى امل ان نلتقي بكم مره اخرى واستوديو زحليلي اخر. لكم مني اطيب المنى وارق تحياتي.